صباح الهنا، صباح الرزق، صباح الخير يا اللي معانا اللي بيتابعنا دلوقتي من اي مكان في العالم. ورجعنا لحضراتكم مره تانية بعد اجازه يتكاد تكون الاطول في تاريخ شغلنا في 10 الصبح في الاهلي، يعني اجازه كبيره جدا استمتعنا بيها. خلينا برضو نكون صراحه، والواحد فك عن نفسه والواحد راجع بشكل مختلف، وراجعين فريش وراجعين على اخبار حلوه الحمد لله رب العالمين. وماتش امبارح طبعا هنتكلم في كل التفاصيل، بس يا رب يكون كان عيد سعيد علينا جميعا، ويا رب كلنا نكون استمتعنا بالاجازه ونرجع بقى نبدا شغلنا ونبدا المهام اللي ورانا ونحقق ونسعى ونشوف كده ربنا كاتب لنا ايه. بس اهم حاجه زي ما احنا دايما بنقول نعمل اللي علينا. صباح الخير يا كريم، صباح الفل عليك. ومره تانية يا رب كان عيد حلو طبعا. انا عارفه انك ما سافرتش، انت قلت لي بس على كل حال بس على كل حال اجازه بتبقى طبعا مريحه على كل الاحوال. فكره يعني الاجازه من حيث المبدا فكره مستحبه ومطلوبه كل فتره والثانيه، ويعني دايما يا رب ايامنا كلها اعياد وكلها سعاده ورزق وخير علينا جميعا. كل سنه وكل حضراتكم طيبين، ويا رب يكون تقبل يعني صيام الجميع وقيام الجميع طوال ايام الشهر الفضيل، ويا رب تكونوا عيدتوا عيد جميل. اهلا بكم في اولى حلقات 10 الصبح في الاهلي بعد اجازه العيد، حلقه جديده اكيد هنتكلم من خلالها مع كل حضراتكم. بدايه اكيد ملهاش حل، لازم نتكلم في قطعيه حلوه من حلقتنا النهارده عن مباراه الامس وكمان عما هو قادم. بالمناسبه حلقتنا النهارده وفي الساعه الثانيه هيكون معانا اكتر من فقره حواريه، الفقره الاولى هنتكلم فيها عن كاس العالم للجمباز الفني اللي بتستضيفه مصر، وهتنورنا دكتوره لمياء علي وهي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز. دي الفقرة الأولى، والفقرة الثانية هينورنا فيها كابتن جمال السيد نجم النادي الأهلي السابق، وأكيد هندردش معاه في كل تفاصيل ماتش. هنتكلم في كل حاجة، بس طبعا لازم نرجع نقول تاني الفكرة إن احنا بنعود بعد فوز كبير للنادي الأهلي، ونقدر نقول الأهلي الحمد لله صعد لنصف نهائي كمان دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز، والماتش كان رائع جدا على الرجاء بنتيجة 2-0 في مجموع. هنا بتتكلم مباراتي الذهاب والعودة، فاز الأهلي زي ما كنا بنتابع في لقاء الذهاب القاهرة بهدفين نظيفين، وتعادل بدون اهداف في مباراه العوده، حاجه كانت محترمه جدا رغم ان الناس كتيره كانت يا كريم متوقعه ان الاهلي مش هيأدي بالشكل الافضل بالامس. ما تعرفش ليه كان في كده رغبه من البعض ان هو يقول لك لا الاهلي انتوا هتخسروا، انا سمعتها كتير لا 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 انتوا انسوا خالص ان انتوا تتأهلوا. الحمد لله احنا دايما نرجع نقول تاني بنرد على الارض، احنا ما بنقعدش نتكلم كتير، الاهلي بيرد على الارض. كده نقدر نقول ان الاهلي هيواجه الترجي في نصف يعني خلاص النهائي، والاهلي قدر ان هو يسيطر بالامس على المباراه بخبره لاعبيه نقدر نقول، والهدوء اللي كان داخل الملعب وخطه كانت يعني اكثر من رائعه بنشكر عليها فعلا مارسيل كولر. كان في كده تمركز دفاعي قوي جدا، نقدر كمان نقول جدار حديدي تقدر برضو تقول ان هو تحطمت عليه مناوشات فريق الرجاء الهجومي، لان انت امبارح يا كريم لو تابعت تلاقي ان كان في يعني خطه هجوميه بشكل كبير من فريق يعني الرجاء، كان عايزين يخلصوا الماتش في اول او الدقائق الاولى زي ما بيتقال، لكن انت قدرت ان انت تسيطر. امبارح كمان لو هنتكلم عن لاعب الشناوي كان متالق بشكل رائع جدا، يعني حق يقال انت عندك اعاده مره تانية او بتستعيد مره تانية المستوى اللي احنا نعرفه عن اللعيبه بتاعتنا. في بعض الاحيان كانت اللعيبه مش في المستوى اللي احنا نعرفه عنهم، يعني الواحد كان بيزعل مش عشان هو زعلان من الفريق، مش زعلان من الاهلي، مش زعلان ان هو على فكره بيخسر، عادي جدا ما فيش فرقه بتكسب طول حياتها، ولكن احنا كنا بنزعل علشان في بعض الاحيان مش دي اللعيبه اللي احنا نعرفها، مش ده المستوى اللي احنا نعرفه. بس الحمد لله بنعود مره تانية، الاهلي سرعان ما بيعود مره تانية وبيفرحنا وبيكسب. وامبارح كان في تالق لاكثر من لاعب، نقدر نقول برده في الشوط الاول اتحسب او احتسب طبعا حكم المباراه، واللي كلنا كان عليه برده علامه استفهام ضربه الجزاء اللي كانت تقريبا علامه استفهام بس كبيرة من الحجم العائلي في الدقيقة 42. بص على كل حال برضو تحس ان ايه، مش انت عايز ضربة جزاء خدها، ما هي ضاعت. يعني بس طبعا لو انت هتتكلم في لغة التحكيم والقوانين والحاجات المنطقية أو لغة المنطق هتلاقي إن في حاجات برضو فيها مشاكل تحكيمية ما زالت مستمرة، الأخطاء التحكيمية ما زالت مستمرة. إحنا مش بنقول كده عشان إحنا مثلا خسرنا، ما إحنا تعادلنا، لكن لما الواحد يجي يقيم مباراة ويقيم تحكيم ويقيم غيره وغيره بتحس يا كريم إن لسه ما زال عندنا هذه الأخطاء أو هذه المشاكل مستمرة. فبيبقى الواحد عايز يعرف بس ليه، لأن التاني هنرجع نقول الأخطاء التحكيمية في العالم كله موجودة، الأخطاء التحكيمية يتم يعني تعديتها زي ما بتقال او السماح بيها لو هي لا تتعدى تقريبا 10%، لكن لما اجي اشوف اخطاء تحكيميه بالجمله وبتتكرر مع بعض الانديه المعينه، وممكن الاخطاء التحكيميه دي تؤدي بعد كده ان هي بتضيع منك بطولات يا كريم طبعًا. وبتضيع منك يعني تتويج بحاجات انت احق ليها، دي ساعتها بنزعل. على كل حال مش هنتكلم عن الجانب ده دلوقتي، احنا لازم نفرح الحمد لله عندنا كمان ماتش السوبر يا كريم لسه في كلام كتير جدا في ابو ظبي. طبعا كان نفسي ان احنا نحضر بس لسه في ايام هنشوف ايه اللي هيحصل، يعني بس طبعا هتبقى مراقبه
قويه جدا، التذاكر اتباعت كلها. عايز اقول لك بقى يعني ما انا كنت هناك فانا بديك الايه الاخبار يعني. لا ما فيش، خلاص كل التذاكر اتباعت، الناس كلها نفسها ان هي كانت تروح، والناس كتيره جدا من مصر تحديدا مسافره، غير طبعا مجلس الاداره غيره عن النادي الاهلي، بتكلم في الناس في العموم، ناس كتيره كريم مسافره واخده اجازات عن الاجازه اللي احنا كنا فيها. فيعني ان شاء الله تبقى مباراه قويه هنتكلم اكيد فيها. وعلى ذكر الاخطاء التحكيميه واللي ممكن تكون مقبوله لو لم تتعدى نسبه ال 10%، الواحد عدت عليه ماتشات قبل كده حضراتكم كانت نسبه القرارات التحكيميه الصحيحه هي اللي التي لا تتعدى ال 10%، وده شيء عجيب جدا. انا واحد من الناس شايف ان من بعد ما تم يعني استخدام والتعامل مع خاصيه او تقنيه الفار، المفروض ان المنطق يكون حاضر اكتر، المفروض ان الفار ده وجد لاحقاق الحق واعطاء كل ذي حق حقه. انا واحد من الناس شايف ان من اول ما الفار ظهر في الحياه الكرويه ويمكن بقينا نتعرض اكتر لاخطاء تحكيميه مع ان المنطق يقول العكس. طب ده هو في العالم كله العكس. انا مش فاهمها الحكايه دي، يعني غريبه شويه، حاجه عجيبه. المهم خلينا نرجع نكمل كلامنا عن ماتش امبارح. طبعا الى جانب الجزء الدفاعي للفريق طول الماتش، لاحت للاهلي طبعا العديد من الفرص لكنها لم تصل للنهايه السعيده المرجوه نتيجه قلة التوفيق في بعض الأحيان، عدم إتقان اللمسة الأخيرة في بعض الأحيان. لكن إحنا زي ما بنقول لحضراتكم دايما، إحنا مش بنتعامل مع فرقتنا من منطلق إن التعامل بالقطعة، لا، إحنا بنتعامل بالنتيجة اللي توصلك لاستكمال طريق البطولة، وخصوصا لما تكون البطولة دي هي الأحب على الإطلاق بالنسبة للنادي الأهلي وبطبيعة الحال لجماهير النادي الأهلي. مليون مبروك للصعود لنصف النهائي. الماتش كان حماسي جدا الحقيقة من جانب الفرقتين، أكيد وسط أجواء جماهيرية مغربية صاخبة للغاية. وطبعا كالعادة برضو بخبرته الكبيرة نجح النادي الأهلي في أنه يمتص الاندفاع الهجومي لفريق الرجاء، ويتألق طبعا محمد الشناوي زي ما كانت نهاوند بتقول لحضراتكم من شوية كعادته، يعني الحقيقة صد كذا هجمة في منتهى الخطورة. مليون مبروك للنادي الأهلي التأهل للمرة الرابعة على التوالي. بالمناسبة صفحة الكاف احتفت بهذا الأمر واحتفلت به على صفحتها. الأهلي صعد إلى نصف النهائي الإفريقي أعوام 2020 2021 2022 2023. بص، في نقطة أنا بشوف إن هي ما تزعلكش على قد ما تفرحك، اللي هي إيه بقى؟ يعني بعد امبارح طبعا احنا بنتابع الاستوديوهات التحليلية وآراء الزملاء الأعزاء طبعا في البرامج والقنوات المختلفة، يجي حد يقول لك مثلا الأهلي امبارح ما كانش في أفضل حالاته، الأهلي كسب لكن ما كانش في أفضل حالاته، الأهلي مش هو ده اللي احنا نعرفه، حاجات زي كده. أنا بشوف إن دي مجاملة، أو بشوف إن دي حلوة في حقنا. تخيل حضرتك لما أنت تبقى مش في أفضل حالاتك وبتفوز ومش على أرضك، يعني دي بالنسبة لي حاجة ما تزعلنيش خالص. تخيل بقى لو انا في افضل حالاتي ومش على ارضي انا هعمل ايه؟ فبالنسبه لي انا بشوف ان ربما لو انت هتيجي تعمل تقييم للمباراه ككل يا كريم كاداء، في بعض المشاكل او في بعض الامور اللي لسه عايزين نشتغل عليها، مش هقول مشاكل، بعض الامور او النقاط اللي انت لسه عايز تشتغل عليها. ولكن في العموم انا اديت النتيجه اللي انا عايزها او اللي انا عايزاها. في نفس الوقت كان في تاكتيك من كولر او مارسيل كولر هذا المدير الفني اللي انا بشوفه رائع لحتى هذه اللحظه بشكل كبير جدا. حتى المشاكل اللي كانت موجوده قبل ما يجي يا كريم وهي اللمسات الاخيره ابتدت، مش هقول اختفت، بس ابتدت ان انت تقدر تتحكم فيها الى حد ما. في بعض المباريات ما كانتش موجوده تماما، فانا بشوف ان الراجل كان حاطط خطه رائعه جدا، قدرت من خلالها ان انت برضو تلعب لعب جماعي جيد. البعض برضو قال لك امبارح من الاستوديوهات التحليليه والاراء المختلفه والنقاد الرياضيين قال لك كان يعني بدايه ان كهربا يلعب وحاجات زي كده اثر على اللعبه، ما كانش المفروض ينزل من الاول. وجهه نظر، كل واحد ليه وجهه نظر، بس في الاول وفي الاخر المدير الفني هو اللي بيشوف الافضل للفريق، فعشان كده احنا بنخليه وله كافه الحريه ان هو يختار اللعب ويبدا بمين ويغير مين ويبدل مين. دي حاجه هو هيحاسب عليها في الاخر، ولكن الهدف اتحدد في نهايه الامر. هي دي اللي كنت هقول كده. فعلى كل حال نكمل مع حضراتكم، وعايزين نروح كمان لتفاصيل مباريات ربع بقى هنا النهائي. امبارح طبعا بفوز فريق سان داونز بنتيجه 2-1 امام شباب لوزداد. كان سان داونز حقق كمان الفوز في مباراه التهاب لحضراتكم فاكرين، يعني النتيجه كان 4-1 وتاهل لنصف النهائي بعد الفوز في مجموع المباراتين بنتيجه كانت برده لو انا فاكره يعني تقريبا كان 6-2. بكده نقدر نقول ان هو هيواجه سان داونز في الدور قبل النهائي. فريق الوداد البيضاوي المغربي كمان حامل لقب البطوله، واللي تاهل على حساب سيمبا التنزاني بضربات الترجيح كان يوم الجمعه تحديدا. برده المباراه كانت قويه جدا وحماسيه جدا، وكون ان هي تنتهي بضربات الترجيح تدي لك امبريشن او صدى قد ايه المباراه كان فيها تنافسيه وكان فيها قوه، فيها قوه للفريق ده وده بصراحه. على كل حال هنقدر نقول بقى مباراتي او بعد نهايه كده مباراتي الذهاب والاياب التعادل اللي كانت 1-1، فقدامنا لسه مشوار طويل جدا، بس مبروك علينا التاهل
نقدر نقول برضو رغم بعض الظنون اللي كانت بتقول لك برضو امبارح. معلش عشان بحب يعني اقول ايه انت عارف احب اقطم البعض بحب كده ايه ااكد على بعض النقاط، لان امبارح والله انا ببص على تويتر ببص على السوشيال ميديا وبعض الاراء المختلفه يقول لك لا 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 الماتش ده مش بتاعكم، لا 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 هتشوفوا هيحصل فيكم ايه. بس عايز اقول لك ده العادي، يعني قصدي اقول لك ان من قديم الازل لازم تلاقي ناس كده كده، الناس اللي هي الانهزاميين بيبقوا شايفين ان لا مستحيل احنا مش هنقدر نحقق، او يعني بالكلمتين دول هيخلوك ما تلعبش بقى انت ايه بروحك القويه مثلا. خلاص دلوقتي وخصوصا بعد وسائل التواصل الاجتماعي بقى كل واحد يكذب بدلو زي ما هو عايز، كل واحد ده في ناس بتحط تشكيل على على مزاجها وتحط خطط على مزاجها. مستغربه من ايه يا ست الكل. عموما برضو عشان نواكب مع حضراتكم اخر المستجدات، كمان تاهل الترجي التونسي لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا رغم انه تعادل مع ضيفه فريق شبيبه القبائل الجزائري بنتيجه 1-1، وكان نجح قبل كده في انه يحقق الفوز بلقاء الذهاب بهدف نظيف. لكن الحقيقه الشيء المؤسف ان شهدت هذه المباراه احداث شغب كبيره من جماهير الترجي اللي دخلت في اشتباكات عنيفه مع قوات الامن اللي بدورها اضطرت ان هي تطلق العديد من القنابل المسيره للدموع من اجل السيطره على شغب الجماهير. طبعا دي من ضمن المشاهد اللي ما نحبش نشوفها عموما في الرياضه وخصوصا في الرياضه العربيه وفي الملاعب العربيه وبين اللعيبه العربيه. يعني الفكره دي فكره دايما مؤسفه جدا وبينتج عنها مشاكل كتير او بينتج عنها حتى خسائر في الارواح في بعض الاحيان، فبنتمنى السلامه للكل. طبعا ده بدوره تسبب في تاجيل انطلاق احداث الشوط الثاني لاكثر من حوالي 20 دقيقه. ونرجع ونقول ان شاء الله المشاهد المؤسفه دي ما نشوفهاش تاني قريب باذن الله. الواحد بيحزن لان في الاول وفي الاخر مش ده المفروض المرجو من فكره الرياضه في العموم، ولكن طبعا ده موجود في العالم كله. لو انت هتتكلم عن جنسيات كمان يا كريم معينه، يعني مثلا الانجليز من المشجعين المعروف عنهم في عنصريه شديده، يعني تلاقي دايما في الدوري الانجليزي بريمير ليج وغيره بتلاقي لا هناك في عنف من الجماهير برده، ولكن بيتم السيطره عليها طبعا. هناك قوانين برده صارمه بشكل كبير جدا، ممكن المشجع ده يحرم تماما من دخول اصلا يعني الاستاد عندهم واي حضور اي مباراه لفتره طويله. وده لازم يحصل في عالمنا العربي. انا اعتقد كده برضو دي النقطه لازم تبقى مهمه، ولكن مش بس احداث امس الشغب شفناها كتير جدا، شفناها مع النادي الاهلي كتير جدا، شفناها مع النادي الاهلي وما شفناهاش من جماهير النادي الاهلي بصراحه. خلينا نتكلم برضو الواحد اصل التاريخ يرجع له لما تيجي تقول حاجه. بيبقى فيه طبعا بعض المشاغبين بيبقوا خارجين عن الطبيعي، ده موجود، انا ما بقولش كل اكيد فيه، ولكن في العموم لما تيجي تتكلم في القاعده العامه مش دي اخلاقنا، فنتمنى ان احنا ما نشوفش الاخلاق دي ابدا. بالعكس احنا اكتر نادي يمكن بيتعمل فيه حاجات زي كده سواء في الداخل او حتى افريقيا او غيره، فتحس اللي هو فيه ايه يا جماعه. يعني حتى لو انت بتشجع الفريق المنافس، حتى لو انت متحمس جدا او غيره، طب ما هو في الاخر الملعب هو اللي بيحكم. يعني زي ما بتقال الرد على الارض، وانا ليه اخد وادي معاك؟ ما الرد على الارض، خلاص فريقي كسب تمام، فريقي خسر خلاص تمام، نعوض المره الجايه. يعني مش فاهمه انا ليه ده المشجع المنطقي بقى العقلاني هو ده اصل عليه. الرياضه اصل التشجيع كريم طبعا. فحاجه غريب عليه علامات استفهام بقى، علامات استفهام كترت والله. طيب خلينا نكمل مع حضراتكم. بحب انا لغه الارقام، خلينا نقول كمان بلغة الأرقام، النادي الأهلي كده صعد للدور نصف النهائي، نتكلم للمرة كام في التاريخ؟ المرة 19 في تاريخ مشاركته ببطولة دوري أبطال إفريقيا، سواء من يعني بمسماها بقى طبعًا القديم أو الجديد. بدأت البطولة برضو نرجع تاريخيًا شوية لعام 1964 تحديدًا، كان وقتها بتسمى بطولة إفريقيا للأندية أو لأندية أبطال الدوري، وبعد كده كانت بتقام وقتها من أدوارها الأولى حتى الدور النهائي بنظام خروج مفروض المغلوب. من عام بقى 1997 تغير الاسم ليصبح دوري ابطال افريقيا، وكمان تغير نظام البطوله لنظام دوري المجموعات بدايه من مفروض دور الثمانيه. كان عام 2017 اقيم دوري المجموعات بدايه من دور او الدور ال 16 تحت المسمى القديم برضو بطوله افريقيا لانديه ابطال الدوري. صعد الاهلي لدور نصف النهائي وقتها كان خمس مرات على حسب برضو ما متذكرين، 81 كان 82 83 وبعدها 87 و88. فده كده تاريخيا او ده بلغه الارقام برضو عشان بحضراتكم اكيد عندكم معلومه. وبعد ما اتغير نظام البطوله واسمها كمان الى دوري ابطال افريقيا، صعد النادي الاهلي للدور نصف النهائي 13 مره ابتداء من عام 2001 وحتى نسخه الموسم الحالي 2022 2023، دي المره 19 في الاطلاق او في المطلق والرابعه على التوالي خلال 18 مره شارك فيها النادي الاهلي في دور نصف النهائي. وصل للنهائي 15 مره وخرج من الدور نصف النهائي مرتين، الكلام ده كان سنة 88 و2010.
بالاضافه ان النادي الاهلي اعتذر عن عدم لعب مباراتي الدور نصف النهائي من سنه 1981 بعد طبعا وفاه الرئيس الراحل محمد انور السادات. بشكل عام فاز النادي الاهلي بالبطوله 10 مرات وهو رقم قياسي افريقي، حيث ياتي بعده انديه الترجي، انديه مازيمبي الكونغولي والزمالك المصري برصيد 5 بطولات فقط لكل منهما. بيجي بعديهم على طول الترجي التونسي برصيد 4 القاب، ثم كل من كانون ياوندي الكاميروني وهابيا كونكاري الغيني والرجاء والوداد طبعا من المغرب الشقيق، وكل واحد فيهم كان عنده رصيد 3 ألقاب فقط. فطبعا النادي الأهلي هو المتصدر الصورة إنجاز التعبير، رقم قياسي، وإحنا بنسعى وبندعي ومستنيين وبنأمل إن الرقم ده يرتفع كمان خلال الأيام القليلة القادمة إن شاء الله. أنت محقق رقم قياسي عربيا وإفريقيا ومحليا عامة، يعني ده النادي الأهلي، فأكيد نتمنى في ازدياد في البطولات عندنا وأرقام كمان حصولنا على البطولات المختلفة، وإن شاء الله السوبر بإذن الله. عايز أتكلم أنا على السوبر، مش قادر أستنى على الخبر. عايز أروح للسوبر فعلا. طبعا طبعا لا في كلام كتير جدا جدا هيتقال. على كل حال خلينا برضو نروح لتصريحات محمد الغزاوي، طبعا عضو مجلس إدارة النادي ورئيس بعثة الفريق. هو كان ليه تصريح قال فيه إن يعني اللعيبة كانت على قدر المسؤولية، وإن التأهل لدور نصف النهائي خطوة مهمة جدا في مشوار المنافسة على اللقب. طيب كان في ناس بتسأل عن كابتن محمود الخطيب، هو أوضح إن كابتن محمود الخطيب كان على تواصل مستمر للإطمئنان على أوضاع البعثة، وحرص كمان على الاتصال يعني بعد المباراة لتهنئة الجهاز الفني وتهنئة اللاعبين. وكمان الغزاوي كان وجه الشكر لمسؤولي السفارة المصرية بالمغرب وعلى رأسهم سيادة السفير ياسر عثمان على المجهود اللي قاموا بيه، وأشاد بالمعاملة كمان الطيبة وحفاوة الاستقبال من جانب مسؤولي نادي الرجاء منذ وصول البعثة. ودي حاجة لازم نتكلم فيها بصراحة، هناك الناس كانت محترمة، نتكلم على المسؤولين ومسؤولي البعثة هناك، لا كان في احترام في التعامل، وده الطبيعي يعني طبعا. مش بنقول مش بنشيد على الفاضي، لا ده الطبيعي، بس لازم الواحد يركز على كمان الإيجابيات الموجودة بصراحة. صحيح. طيب برضو عايزين نقول لحضراتكم ان مارسيل كولر قال ان مواجهه الرجاء المغربي كانت صعبه للغايه، نظرا لانه بطبيعه الحال هو صاحب الارض وكان مستعد جدا لهذه المباراه بشكل اكثر من ممتاز، وكانت عنده رغبه قويه جدا في تحقيق الفوز وبلوغ نصف النهائي. اضاف ويمكن قد يكون قال الجملتين دي عشان يطمنك انت شخصيا، قال لك نحن نستعد بقوه حاليا لمباراه السوبر المرتقبه. أيوة. عموما تعالوا نشوف كده جانب من تصريحات مارسيل كولر ونرجع نكمل الكلام، اتفضل. أعتقد إن إحنا الشوط الأولاني ما لعبناش زي ما إحنا كنا عايزين، وده ليه علاقة برضو بالمنافس، إحنا ما بنلعبش لوحدنا، هما كانوا عندهم شراسة كبيرة جدا مع الجمهور، مع دعم الجمهور بتاعهم، فكانوا بيضغطوا في موجات، وإحنا كان لازم إن إحنا ننقل الكرة أفضل من كده، وكنا بنخسر الكرة بسرعة جدا، وده كل ما بنخسر الكوره ده بيخليهم يعملوا ضغط علينا اكتر. وبعد كده كانت ضربه الجزاء اللي هم ضيعوها، بعض الكور كانت خطره برضو من الضربات الثابته، لكن من اللعب نفسه هم ما ضيعوش اي فرص، هم ما خلقوش فرص علينا خالص تقريبا طول المباراه، لكن احنا طبعا المفروض نبقى احسن من كده ونقدر نبقى احسن من كده. وكويس ليا ان انا اخدت خبرات، ان انا اخد خبرات في اجواء زي دي، وازاي لعيبتي بتلعب في الاجواء اللي زي دي عشان اقدر احضرها في الماتشات المشابهه بعد كده. كابتن سامي القمصان برضو بيبقى ليه بعض التصريحات بعد يعني الماتشات المهمه، بتبقى نقاط مهمه جدا بيتكلم فيها. هو قال لك ان الاهلي كده قطع خطوه كبيره جدا ومهمه جدا خلاص في مشوار الفريق نحو التتويج بلقب البطوله بعد تخطي فريق الرجاء المغربي، وان شخصيه لاعبي الاهلي كمان دايما بتظهر في هذه المواجهات الصعبه. خلينا نروح نتابع ونرجع نكمل. مبروك طبعا لجمهور النادي الاهلي، وبشكر اللعيبه طبعا على الجهد دوت. زي ما انت قلت شوطين المباراة الحمد لله، الشوط الأول في مصر كسبنا الحمد لله 2-0، ساعدنا كتير جدا النهارده. شايف قد ايه الأجواء صعبة جدا، ضغوطات صعبة جدا، لكن اللعيبة تظهر الشخصية ديت والأداء ده أعتقد الحمد لله ده مجهود يشكروا عليه يعني، لكن زي ما نقول كل مرة بنكرر دي خطوة، لسه قدامنا خطوتين إن شاء الله نقدر نحققهم، نقدر نحقق بطولة إن شاء الله تكون غالية جدا لينا ولجمهور النادي الأهلي إن شاء الله. الحاجات الخبرات اللي لعبناها كتير في المباراة اللي زي ديت ساعدتنا النهارده في المباراة، ساعدتنا في الأجواء، ساعدتنا في التركيز، فأعتقد الحمد لله النهارده اللعيبة كانوا مميزين جدا، والحمد لله مبروك وسعداء طبعا بالفوز دوت، ودي طبعا لجمهور النادي الاهلي تاهل، لكن بقى ان شاء الله اللي جاي ان شاء الله بالنسبه لنا بطوله مهمه كبيره ان شاء الله قدرنا نحققها ونفرح بها جمهور النادي الاهلي ان شاء الله.
كابتن ياسر ابراهيم لاعب الفريق هو كمان كان ليه بعض التصريحات قال من خلالها ان التوفيق كان حليف النادي الاهلي وان اللعيبه قدموا اداء جيد جدا ولعبوا بروح قتاليه عاليه وكان في تركيز كبير من جانبهم. قال كمان ان الفريق كان درس قبلها عده مرات نقاط القوه والضعف في الفريق المنافس خلال المحاضرات الفنيه مع مستر مارسيل كولر ونجح في انه يحسم بطاقه التاهل لنصف النهائي بشكل مستحق. تعالوا نتابع قال ايه كمان. بحمد ربنا بشكر فضله النهارده على النتيجه، كان محالفنا التوفيق النهارده واللعيبه كلها كانت على قلب رجل واحد النهارده ونازلين وعارفين احنا عايزين ايه من الماتش. الحمد لله قدرنا نطلع بالنتيجه كده، كان نفسنا نجيب ونكسب بس الحمد لله ربنا ما كانش رايب. فطبعا بقول مبروك لجمهور النادي الاهلي ومبروك للعيبه والجهاز الفني والاداري والطبي والعمال كلهم، وباذن الله ربنا يكرمنا في نص النهائي اللي جاي ان شاء الله. الإصابة هو جزع، الدكتور سألته هي ورمت شوية فقال لي هي جزع، فلما ننزل القاهرة إن شاء الله نشوف هي محتاجة، لو محتاجة إشعة نروح نعمل، لو الورم نزل خلاص هتبقى يومين ثلاثة بإذن الله أبقى في الملعب تاني. طيب خلونا نروح شوية بقى للألعاب الأخرى ونقول مبروك بجد الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بالنادي الأهلي اللي ماشيين مشوار أكثر من رائع لتوجوا كمان بلقب بطولة الدوري بعد الفوز على سبورتينج بنتيجة كانت رائعة جدا وماتش كان قوي جدا 28-24 في المباراة النهائية امبارح، حاجة كانت محترمة جدا، قدموا عرض قوي خلال شوطي المباراة بجد حاجة كانت جميلة الناس اللي أو من حضراتكم اللي تابع يعني. ونقدر نقول بعد كده تسلموا طبعا أو تم تسليم يعني الجهاز الفني واللاعبات درع البطوله وميداليات المركز الاول. وعايز ارجع بحضراتكم كده برضو لمشوار فريق سيدات يد الاهلي في نهايات الدوري، حققوا الفوز على فريق الشمس كانت وقتها بنتيجه 29-26 قبل ما يتعادل مع الزمالك 15-15، وبعد كده تمكن الفريق من حسم لقب البطوله بعد الفوز على سبورتينج في المباراه الختاميه. كمان فريق سيدات يد الاهلي توج مؤخرا بلقب بطوله كاس مصر على حساب الزمالك بعد الفوز عليه بنتيجه كانت 33-22 20، فبطولتين في الموسم لا ده كتير، مليون مبروك بجد، حاجه مشرفه وحاجه محترمه. ولما تيجي تقول ملوك الصالات مش بتقولوا لقب وخلاص، بتقول ملوك الصالات عشان انت عندك تاريخ يسمح لك انك تقول ان انت ملك الصالات، ولا بتتقال على سبيل المبالغه مثلا او تفخيم الذات، ده امر واقع يا حضرتك، احنا مش بنجيب حاجه من عندنا لغه ارقام يعني. طبعا طبعا كابتن محمود الخطيب كان حريص كل الحرص على انه يهني لاعبات الفريق بعد الفوز بالدوري بجانب طبعا بطوله الكاس اللي حققها الفريق من ايام قليلة. أشاد كابتن محمود الخطيب بالأداء المتميز لكل اللاعبات وبروحهم القتالية العالية والإصرار على المكسب وقدرتهم على الجمع بين البطولتين. قال إن طبعا الانتصار ده أكيد بيحمل الفريق مسؤوليات أكبر فيما هو قادم سواء على المستوى المحلي أو القاري، وقال إنه لابد من مضاعفة الجهد والاستعداد القوي للحفاظ على الصدارة وإسعاد جماهير النادي الأهلي بحكم إن هي كالعادة القاسم المشترك في كل البطولات والانتصارات في كافة الألعاب. كلام محترم جدا. وبما احنا بنتكلم في التألق الواضح لأبطال الأهلي في ألعاب الصالات طبعا الموسم ده، خلينا كمان نروح لكرة اليد. الأهلي اللي فاز بالدوري لكرة يد رجال وكأس مصر كمان ليد رجال، حاجة محترمة جدا، فوزنا بالدوري لكرة يد سيدات وكأس مصر لكرة يد سيدات، يعني بص هنا وهنا على الصعيد الرجال والسيدات الموسم ده. كمان هنقول في سلة الأهلي بطل كأس مصر لكرة السلة رجال وبطل كأس مصر لكرة السلة سيدات، والواحد والله مش عارف يقول ايه، والطايرة الأهلي بطل الدوري لكرة الطائرة سيدات، بجد حاجة الواحد مش هيبالغ. بس أنا من الناس الجماهير بتوع النادي الأهلي اللي في العموم لكل الرياضات أكيد مش بس كرة القدم اللي بنبقى سعداء جدا بالتطوير اللي ملحوظ بشكل كبير جدا في الألعاب المختلفة بتاعتنا وألعاب الصالات وغيره. وهنا بتتكلم مش مثلا على مستوى الرجال بس يا كريم، أنت بتتكلم على مستوى سيدات ورجال، وفي بعض الأحيان السيدات بتكون كمان متألقة أكتر وكل الأعمار وعلى كل الأعمار ناشئين وغيره، فبجد حاجة محترمة وشيء اكيد يدعو للفخر. خلينا نروح نشوف رسائل كمان الجمهور لابطال الاهلي في العاب الصالات بعد تحقيق عدد كبير من البطولات اللي كنا بنذكرها لحضراتكم وغيرها، ونرجع نكمل. اقول لهم الف الف مبروك، انتوا ابطال فعلا، شرفتوا النادي الاهلي وشرفتوا مصر، لان ابطال الصالات الهاند بول والباسكت اذا كان رجال او سيدات او ناشئين او درجه اولى دول ابطال احنا محتفظين بالبطولات كلها، اذا كان درع او كاس او سوبر او افريقيا او دوليه، انتوا لعيبه دوليين وشرفتوا مصر وشرفتوا النادي الاهلي. اتمنى لكم ان شاء الله من المزيد والمزيد، وربنا يوفقكم ان شاء الله لان انتوا ابطال فعلا شرفتوا النادي الاهلي، وربنا يوفقكم يا رب في اللي جاي يكون احسن واحسن واحسن ان شاء الله. الف مبروك طبعا للنادي الاهلي والاجهزه الفنيه ومجلس الاداره بالنسبه للمكسب في كل البطولات الالعاب الصالات اللي دخل فيها النادي الاهلي مؤخرا،
ونتمنى ان نستمر على هذا المنوال، يعني نبقى بقى على طول ان شاء الله احنا متقدمين وبناخد البطولات دي. الفترة اللي فاتت اداء محترم جدا وبطولات ما شاء الله بتزيد، في ظل ان شاء الله المجلس الادارة اللي احنا متعهدين دايما اللي هو بيقدم كل جديد، وان شاء الله يعني نتمنى المزيد من الانتصارات وان شاء الله المحافظه على البطولات الفتره اللي جايه ان شاء الله باذن الله. والله احب ابارك للكابتن محمود الخطيب، واحب ابارك لكل جماهير النادي الاهلي، وده اللي النادي الاهلي معودنا عليه. الحمد لله حصدنا كل الالقاب السنه دي، وان شاء الله باذن الله من تقدم لتقدم باذن الله. الف مبروك لكل العاب الصالات بتاعت النادي الاهلي، ودايما في المزيد ودايما في انتصارات. هم طبعا دايما النادي الاهلي كان دايما بيكسب في العاب الصالات، بس يمكن السنه دي بالذات احتقروا كل البطولات، احتفلوا بينا في السنه 116، ويعني خلت الناس كلها تركز معاهم. كنا دايما طبعا بنركز مع الكوره، ركزنا كمان مع العاب الصالات ودايما محتكرينها دايما يعني. اللهم مبروك عليكم مجهود سنه كامله، تشرفتونا، ونتمنى كل سنه ان شاء الله تحققوا كل البطولات. مبروك لالعاب الصالات ومزيد من البطولات ان شاء الله في عهد المجلس الحالي. مجهود جبار، النادي بذل مجهود كبير جدا، وهم الشباب ما شاء الله يعني شرفونا، ويعني من تقدم لتقدم دايما، واحنا طبعا اولادنا هنا بنجيبهم كل شويه عشان يعني يكملوا المسيره ويكملوا تمارينهم، وبالتوفيق لهم كلهم. كمان عايزين نعرف حضراتكم ان الفريق الاول لكره السله رجال بالنادي الاهلي حقق الفوز على فريق اويلرز الاوغندي في ثاني مباريات الفريق في بطوله الدوري الافريقي للانديه بنتيجه 72-70 في المباراه اللي اقيمت امبارح على صاله الدكتور حسن مصطفى، واللي شهدت الحقيقه اداء قوي جدا من الفرقتين. نجح لعيبه النادي الاهلي في ان هم يظهروا بشكل ممتاز. كان كمان فريق رجال سلة النادي الأهلي فاز في المباراة السابقة فيها البطولة الأفريقية للأندية على منافسه الموزمبيقي بنتيجة 92-74، والكلام ده كان يوم الأربعاء اللي فات. فإن شاء الله برضو مستنيين منهم المزيد من الانتصارات الأيام القليلة القادمة بإذن الله. حلو جدا جدا. تعال بقى اتفضل ولا إيه؟ حلو كده. حلو كده. فاصل ونرجع نكمل لحضراتكم. عودة من جديد حلقتنا النهاردة من 10 الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم مرة تانية. خلونا بقى نروح على السريع ونتابع آخر الأخبار والمستجدات في النادي الأهلي وفروعه المختلفة وفرقه المختلفة مع زميلتنا العزيزة روزان نصر. روزان موجودة حاليا في مقر النادي الأهلي بالجزيرة. يا روزان صباح الفل عليك، اتفضلي احنا سامعينك. صباح الخير يا كريم، صباح الخير يا نهاوند، صباح الخير على كل مشاهدينا مشاهدين قناة النادي الأهلي في كل مكان. مبسوطة طبعا بالتواجد معاكم النهاردة في أولى حلقات يعني 10 الصبح في الأهلي بعد أجازة رمضان والعيد. يعني خليني في البداية كمان أقول ألف مبروك لنادي الأهلي التأهل لنصف نهائي يعني بطولة دوري أبطال إفريقيا بعد التعادل السلبي أمام الرجاء المغربي في المباراة طبعا يعني مباراة الأمس. خليني أقول إنه يعني بعد وصول النادي الأهلي يعني الحقيقة منذ قليل للقاهرة ما عندهمش خلاص الحقيقة وقت للراحة أبدا، يعني بدأوا يعني هيبدأوا على طول الاستعدادات لمباراة سوبر المصري على حساب نادي الزمالك يوم الجمعة المقبل 5 مايو. طبعا كل التوفيق لنادي الأهلي. كمان عايزين نهني ونبارك لسيدات يد الأهلي، وده طبعا بعد فوزهم على سبورتينج والتتويج بلقب دوري سيدات اليد. المواجهة كانت على صالة هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية ضمن منافسات نهائيات بطولة الدوري، واستطاع فريق سيدات يد الأهلي الفوز على سبورتينج بنتيجة 28-24. وكمان يعني عايزين نقول ان فريق سيدات يد الأهلي الحقيقة ماشي بخطى يعني جيد جدا وثابت جدا. كمان توجوا ببطولة كأس مصر على حساب الزمالك يوم 21 ابريل الماضي. النهارده بقى يعني عندنا مباراه مهمه جدا، بيلتقي رجال طائره الاهلي مع الزمالك في ثالث المباريات بينهم ضمن سلسله مواجهات نهائي بطوله كاس مصر. اتحاد الطائره قرر اقامه مباراه الاهلي والزمالك في المواجهه الفاصله في نهائي كاس مصر اليوم الاحد في تمام الساعه 9 مساء على صاله اتحاد الشرطه. طبعا كل التوفيق اليوم لرجال طائره الاهلي. خلينا نروح سريعا للاجواء، يعني انقل لكم الاجواء هنا في فرع النادي الاهلي فرع الجزيره. يعني يمكن منذ ايام قليله
بدأ بالفعل التحسن في الأجواء، وده مخلي يمكن النادي النهاردة زحمة شوية اللي موجودين منذ الصباح الباكر، اللي بيتناول طبعا وجبة الإفطار، واللي بيمارس رياضته المفضلة، واللي عاد طبعا للتدريبات مرة تانية. يعني خلينا أقول أنه الأجواء مشجعة الحقيقة للنزول. بالنسبة طبعا يعني الطرق والتزاحم، يمكن النهاردة أول يوم العودة للعمل بشكل رسمي بعد أجازة العيد، فبطبيعة الحال أكيد يعني الشوارع والطرق هتكون زحمة. الحقيقة أن كل الطرق المؤدية اللي يعني وسط البلد يعني وده يعني بما يقارب اكيد النادي الاهلي كلها زحمه الحقيقه يعني، وهتفضل طبعا يعني زحمه لحد الساعه 6 مساء. دي كانت كل الاخبار اللي معايا النهارده، بشكركم وعوده ليكم مره ثانيه. احنا اللي بنشكرك على دي التغطيه كالعاده، تغطيه وافيه وكافيه. شكرا جزيلا زميلتنا العزيزه روزان نصر. طبعا ومتوقع حضراتكم عارفين اكيد بقى عوده الناس بعد اجازه طويله الحقيقه، فبديهي جدا ان الشوارع كلها تكون زحمه، واحنا الحقيقه بقت شوارعنا زحمه كده كده، يعني احنا بقى تعدادنا كبير قوي على الشوارع نفسها، نود معظم الاوقات زحمه. وعشان كده فكره برضو المجتمعات العمرانيه الجديده والمدن الجديده دي شويه، لو الناس ابتدى التوزيع الجغرافي للاماكن دي اعتقد ان هي هتفرق بشكل كبير. فكره برضو ان انت بتنقل المصالح الحكوميه طبعًا شويه طبعًا خارج طبعًا يعني المناطق المزدحمه والداون تاون وكده، ده برضو هيخفف شويه من يعني الازدحام الشديد اللي موجود. دي نقطة أعتقد أنها جيدة. تعالوا بقى نروح لخبر أيضا مهم جدا. أجرى الاتحاد الدولي لكرة السلة قرعة نهائيات، هنا بنتكلم كأس العالم 2023 اللي هتقام البطولة في الفلبين واليابان وإندونيسيا بمشاركة 32 منتخب في الفترة من 25 أغسطس لغاية 10 سبتمبر. طيب هيتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة هنا المكسيك، مونتينيجرو، ليتوانيا، وتأهل المنتخب لنهائيات كأس العالم ممثلا عن قارة إفريقيا بصحبة كلا من أنغولا وجنوب السودان والرأس الأخضر والكوت ديفوار. بالتوفيق إن شاء الله، وهتبقى حاجة يعني هي بطولة عالمية وهتستمر في ده، يعني إن هي برضو لها رونق كبير ولها متابعين من كل أنحاء العالم زي ما بيتقالوا، تغطية كبيرة جدا، فبنتمنى التوفيق إن شاء الله. طيب نروح بقى لمهند طارق، أو مهند طارق شعبان اللي طبعا هو لاعب المنتخب المصري للخماسي الحديث اللي فاز بالميدالية الفضية في بطولة كأس العالم اللي بتستضيفها العاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 23 إبريل حتى الأول من مايو. بالمناسبة مهند احتل المركز الثاني، كمان سلمى أيمن عبد المقصود لاعبتنا لاعبه المنتخب المصري للخماسي الحديث توجت ايضا بالميداليه البرونزيه عقب احتلالها للمركز الثالث في نهائي السيدات. حاجه مشرفه وحاجه عظيمه، وبرده مستنين المزيد من النجاحات ان شاء الله الفتره اللي جايه. خش بقى على خبر او نختم بيه الفقره الاولى، وهو حاجه مشرفه برضه لما تيجي تتكلم عن بطل مصري، بتكلم عن ان حصد هذا البطل العالمي اللي يطلق معتز راضي، اسمه معتز راضي، لاعب منتخب مصر وبطل العالم، بتكلم في الوزن الثقيل للكونغ فو على لقب افضل لاعب في العالم خلال شهر ابريل الجاري. ده كان ضمن او الماضي يعني، خلاص ان شهر ابريل بيخلص، ضمن التصنيف اللي بيصدره الاتحاد الدولي للوشو كونغ فو. حاجه محترمه جدا، وانا اشك يا كريم ان ناس كتير عارفه معتز راضي. يعني شوف انت عندك بطل بحجم هذا الرجل او هذا الشاب ومحقق حاجه عالميه، بنتكلم مستوى او رانكينج عالمي في رياضه مفروض كونغ فو برضو لها يعني باع كبير في العالم مش بس عندنا في الداخل، لكن للاسف الشديد مش ناس كتير عارفاه. المفروض معتز راضي ده اول لاعب مصري في التاريخ بيحصد لقب افضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي للكونغ فو، ومعتز المفروض حصد كمان لقب بطوله العالم، مش بتكلم في نسخه او اثنين او ثلاثه، لا في خمس نسخ سابقه. هو بالمناسبه كمان عضو يعني لجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد الدولي والافريقي والعربي للكونغ فو، رئيس لجنه شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري وعضو اللجنه الفنيه في الاتحاد المصري والافريقي، فحاجه محترمه جدا. وكمان مؤخرا تم ادراج رياضه الوشو كونغ فو زي ما حضراتكم اكيد متابعين رسميا ضمن دوره الالعاب الاولمبيه للشباب في داكار 2026، فاسم كبير واسم واعد جدا واسم لسه هيحقق انتصارات عديده. نتمنى ليه كل التوفيق، ونتمنى ان يبقى في تسليط اعلامي اكتر من كده على الابطال بتوعنا اللي هم بجد مش بيحصدوا لقب مثلا محلي او افريقي، ده لقب عالمي ومش مره او اثنين، خمس مرات. وهرجع اقول الكلام ده تاني، وده ليس تقليلا من اي حد، لكن انا بحزن لما الاقي مجال معين اللي عليه تسليط الضوء واللي بنفتخر بيه واللي بنركز عليه اللي هو طبعا المجال الفني اللي هم لهم دور كبير جدا والقوى الناعمه لاي دوله واساس كبير جدا في اي دوله، ولكن مش ده بس او دي بس الفئه اللي المفروض ان احنا نسلط الضوء عليها. انت عندك فئه الرياضيين على كل المستويات، في ابطال رياضيين عالميين محدش يعرفهم. انا بقول لك اشك ان معتز راضي حد يعرفه،
الا من هو متابع بقى، لكن غير كده ممكن تعرف كان اسمه ايه ده ولا بلاش بقى. بص يعني بعيدا مش عايزه اروح اتطرق لايه مسلسلات رمضان، يعني عن حته المقارنه ما بين نجوميه الفن ونجوميه الرياضه حتى في الرياضه ذات نفسها، يعني بعيدا عن اي مجالات تانية يعني مش هنقارن، لكن جوه الرياضه نفسها اللي انت بتقوليه مظبوط مليون في الميه. وبالمناسبه مش هو لوحده، أبطال كتير مصريين في رياضات كتيرة وبيحققوا يعني نجاحات عالمية وبتشيد بيهم كل صحف العالم ومجلات العالم الرياضية المتخصصة، وإحنا آخر من نعلم وبناخد فكرة بالصدفة وبنعرف عن وجودهم أصلا في الدنيا بالصدفة، ودي حاجة منطقية جدا طالما إن كالعادة كرة القدم ونجوم كرة القدم هم اللي بيحصلوا على كم الأكبر من الأضواء، ودي حاجة مش صح، لأن حتى من باب التحفيز للأبطال المصريين في الرياضات المختلفة عندهم كل الحقوق ان هم كمان تلقى عليهم الأضواء زي ما بتلقى على لعيبة كرة القدم. فبرضو من ضمن الحاجات اللي نتمنى ان هي تتغير يعني الفترة اللي جاية ان شاء الله. رائع جدا. طيب دي كده الفقرة الأولى بما تحمله طبعا من أخبار مختلفة سواء على يعني صعيد المحلي أو الدولي وكمان خاصة بالنادي الأهلي أو غيره. خلينا بقى نروح فاصل ونرجع عشان نتكلم عن بطولة مهمة جدا طبعا كأس العالم للجمباز ونعرف تفاصيل أكتر. فاصل ونرجع نكمل. عودة من جديد لعشرة الصبح في الأهلي، أهلا بكل حضراتكم في أولى فقراتنا الحوارية، وحنتكلم في الفقرة الأولى عن حاجة أو عن حدث الحقيقة أسعد كل المصريين وخصوصا بعد الإشادات العالمية بحسن تنظيم مصر واستضافتها لفعاليات البطولة، هي الأكبر والأهم على الإطلاق في هذه الرياضة. هنتكلم عن الجمباز ومصر اللي بتستضيف حاليا بطولة كأس العالم للجمباز، والحقيقة عندنا كلام كتير جدا عن التنظيم وكمان عن المنافسة، كل ده هنتناقش فيه مع ضيفتنا اللي منورانا في الفقرة الأولى دكتورة لمياء علي عبد الرحمن عضو مجلس إدارة اتحاد الجمباز. يا صباح الخيرات على حضرتك وكل سنة وانت طيبة وأهلا بيك. حضرتك طيب، صباح النور. صباح النور لكل الناس وكل المشاهدين. صباح الفل دكتور لمياء، صحتك طيبة طبعا. كان عيد إيه أخباره؟ سافرتي ولا من الناس اللي قعدت؟ كنت مستعدة جدا. لا كنا في البطولة كنا بنستعد. استعداد بس البطولة طبعا هي ابتدت يوم 27 النهارده الختام. بس انا قبل ما نروح للتفاصيل انا بس عايزه اقول حاجتين. اولا عايزين نقول ان الحمد لله على السلامه للبعثه، بعثه الفريق الاول طبعا وصلت بالسلامه خلاص من وقت قليل جدا، يمكن دقائق قليله او اقل من ساعه يعني وصلوا بالسلامه زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي على الشاشه، عادوا مره ثانيه لارض الوطن زي ما بيتقال، ومش عادوا اي عوده، لا الحمد لله يعني عادوا منتصرين الى حد كبير نتيجه التعادل احنا كنا برضو بنأملها، حاجه كانت محترمه وان شاء الله ربنا يوفقهم في اللي جاي، لسه مهمه كبيره جدا يوم الجمعه، هتبقى يوم جمعه تقريبا ولا هتبقى ايه 5-5 مش عارف متأكد، بس يعني يوم 5-5 طبعا مباراه السوبر المرتقب، هذه المباراه المرتقبه فيوم الجمعه صح، فربنا يوفقهم ان شاء الله. طيب دكتور لمي هرجع بقى مع حضرتك لنقطه مهمه جدا قبل ما نخش في التفاصيل، لان يوم البطوله والافتتاح كان محترم جدا وتنظيم كان رائع جدا، فانا دايما اللي بيهمني من البطولات حتى فكره الفوز اللي هو اكيد بنبص له، بس فكره هنا بقى الماركتنج السياحه الرياضيه وان انا اظهر بمشهد رائع جدا قدام العالم كله، وانا عارفه طبعا ان كمان البطوله دي كان فيها تغطيه يعني مش بس محليه، كانت تغطيه اعلاميه كبيره جدا من مختلف الدول، فخلينا نركز او نبدا بالنقطه دي. اول حاجه كان يهمنا جدا ان البطوله دي النسخه الثالثه لكاس العالم. النسخة الأولى من إن إحنا الحمد لله نلنا شرف إن إحنا نبقى من مجموعة كاسات العالم المؤهلة لأولمبياد باريس. دي مش حاجة سهلة إن الدول بتاخدها، دي لازم تعمل البطولة عندك لمدة 4 سنين متوالية. ليه الاتحاد الدولي بقى كان فيه ثقة كبيرة جدا إن هو يدي الشرف ده إن هي البطولة دي تقام على أرض مصر؟ لأن هو شاف النسختين اللي قبل كده، شاف حاجات كتير، شاف التنظيم، شاف ان كل البطولة من اصغر حد لاكبر حد كلها سواعد مصرية، احنا ما استعناش باي سكورينج سيستم من بره، ما استعناش باي تكنيشن من بره، ما استعناش باي حتى الولاد اللي قاعدين على السكورينج اللي بيساعدوا الحكام، السكرتارية كلهم من ابناء اللعبة وكلهم مصريين وكلهم مدربين، ودي حاجه طبعا بتدي علامات ان الدوله دي قادره ان هي تنظم بطوله كبيره من الالف. يعني ده مش بس كده، ده اتقال ان النسخه دي هي النسخه الاجمل على الاطلاق الأفضل. من حيث حفل الافتتاح وانطلاق الفعاليات كل الناس اجمعت عليه، حضرتك على كل اعضاء الاتحاد الدولي. هو ايه اللي استجد فبقت النتيجه الحلوه دي اللي احنا وصلنا لها؟ الحمد لله الحمد لله، مستوى الافتتاح كل الناس قالوا ان ده من احسن او من افضل اي افتتاح اتعمل في اي بطوله دوليه وعالميه. كلهم بعد الافتتاح جم قالوا لنا انتوا خلاص مستعدين ان انتوا تستضيفوا بطوله العالم للجمباز.
الله. وده شيء طبعا كبير جدا، مش سهل خالص. هي. مستوى الدول اللي كان عندها استعداد كبير جدا ان هي تيجي 40 دوله الحمد لله مختلف دول العالم. من اوائل اللاعبين اللي هم طبعا حضرتك دي اخر بطوله مؤهله لاولمبياد باريس، حضرتك ما بيجيش فيها اي لعيبه، يعني مش اي لاعبين بيبقوا عايزين يشتركوا في البطوله، ده بيبقوا من كريمه طبعا العالم كله طبعا. فطبعا بتبقى لاعبين اولمبيين ولاعبين عالميين وكلهم حاصلين على ميداليات اولمبيه وميداليات عالميه في الصفوف الاولى، يعني ده برده مش سهل جدا. هو حرصه ان هو يجي، حرصه فرصه كبيره ليه كمان قبل اولمبياد باريس يعني طبعا. حضرتك كمان هي بتبقى فرصه للحكم، يعني هي مش فرصه للاعب بس، لان في حاجه اسمها برضو الحكم بيقيم في البطولات، وعلى مستوى التقييم الاتحاد الدولي بيحطوا الحكام، كمان الحكم بيتاهل للاولمبياد. كويس قوي. فدي برضو ما يعني هي على كل النواحي هي بطوله مهمه جدا. طب على صعيد المنافسه بقى، احنا وصلنا لفين في وسط ابطال العالم اللي كانوا كلهم موجودين عندنا؟ الحمد لله امبارح كان عندنا البطل علي زهران دخل منافسات جهاز الحلق، هو طلع في المركز الخامس بفروقات عشر يعني منه حتى للاول. بس هو بالنسبه احنا عندنا حاجه سكورينج سيستم اللي هو مجموع الدرجات اللي بيحصدها على مستوى كاسات العالم المؤهله، هو برضو الدرجات بتاعته قريبه جدا ان شاء الله ان هو يتاهل، بس ده ما بنقدرش نعمله غير لما بتنتهي البطولات والاتحاد الدولي بيعمل لعدد من المراكز في يعني مثلا اول ثلاث مراكز او اول مركز اول ثلاث مراكز ده طبعا ده اكيد بيبقى هو على حسب الميداليات اللي اخذها سواء في بطولات العالم سواء في سواء في الكاسات العالم المؤهله بشكل تراكمي، يعني هو بيحسب له نقاط معينه. أوكي. بياخد احسن عدد معين هو بيكون هو محدده، وبالتالي بيبعت للجهاز بعد كده اوفيشال ليتر ان اللاعب دوت اتاهل دايركت للاولمبياد. أوكي. بس على الجهاز اللي هو اتاهل عليه. يعني كاسات العالم هو مش مسموح له يلعب الا على الجهاز اللي هو اتاهل عليه. فعندنا علي زهران امبارح قدم المركز الخامس في النسختين اللي قبل كده، كان في بطولات ثانيه، كان في باكو وكان في قطر، هو اتاهل لنهائيات فعلا وكان برضو حاصل على مراكز متقدمه. فهو حضرتك كل ما بتتاهل للنهائيات بيبقى عندك فرصه اكبر للتاهل. النهارده عندنا الحمد لله اربع لاعبين مؤهلين برضو، عندنا ان شاء الله محمد العربي لاعب النادي الاهلي، وعمر العربي اسفه، وعندنا منتصر، وعندنا جان عبد السلام، حيانا في اسم تاني بس انا يعني بس عموما مشاركين في النهائيات اللي هتتلعب النهارده. النهارده ان شاء الله عندنا اربع لعيبه، وان شاء الله برضو منتظرين يعني ان شاء الله يا رب احمد المراغي برضو على العقله. فهم ان شاء الله يعني كانوا في النهائيات في المركز التاني والمركز الرابع. وان شاء الله منتظرين النهارده يا رب ان شاء الله يعني يقدروا يجيبوا ميداليه. حلو جدا. طيب دكتور لميا، احنا اصلا كم نوع جمباز عندنا بننافس عليه؟ دي نقطه. النقطه الثانيه اللي عايزه اسالها، بما ان احنا بنذكر اولمبياد باريس، احنا استعداداتنا ايه علشان نقدر نقول احنا عندنا مش بطل واحد اثنين ثلاثه، وايه اللي بينقصنا عشان اقول انا عندي اكتر من بطل بيتاهل لاولمبياد باريس؟ وهل عندي اصلا امكانيات ان انا اوفر معسكرات ورعايه صحيه وغيره عشان اقول البطل بتاعي رايح بينافس اللي هي التوب كونتريز اللي عاملين رانكينجز في العالم كله، اللي حضرتك برده هتقولي لنا او هتوضحي لنا ايه هم؟ هل ده متوافر عندي اصلا؟ الحمد لله احنا لسه راجعين من بطوله العالم في انطاليا في رمضان، يعني جبنا اول ميداليه عالميه الحمد لله على جهاز المتوازي اللاعب يحيى، هو جاب ثالث مركز ثالث على مستوى العالم، ودي طبعا دي بدايه الحمد لله ميداليات العالم. فدي ان شاء الله نقدر نقول ان احنا ابتدينا نحط رجلنا وابتدينا ننافس، لان حضرتك لما بتبتدي تنافسي في الناشئين معنى كده خلاص ان انت البيس بتاعك صح، انت جايه، يعني انت جايه. بالنسبه للاعبين الكبار لا، احنا اوريدي بطوله العالم الاخيره اللي كانت في انجلترا احنا طالعين في الولاد المركز ال 15. اوكي. حضرتك من اخر بطوله كنا طالعين الحاجه و40. احنا حاجه و40. طب ليه مع انه جمباز كنا، بس الرياضه دي قديمه في مصر مش جديده، ليه المستوى؟ طبعا دلوقتي احنا افضل بكتير، بس ايه كانت مشكلتنا؟ يعني فين الازمه ان انا ما قدرتش ان انا احقق ده من سنين فاتت؟ كان في فترات كبيره فيها عدم استقرار، يعني في الاتحاد ولا في ايه؟ كان في
حصل شويه كده يعني مشاكل اداريه في مجالس ادارات. حتى مرحله ما قبل الكعبلات اللي حضرتك بتتكلمي عنها، يعني اصل الجمباز فعلا من الرياضات اللي ليها خصوصيه شديده، لان هي عاده بتكون اختيار اي اب وام لابنهم او بنتهم الصغيرين اللي بيقرروا ان هم يبتدوا يمارسوا رياضه. وفي مفهوم راسخ في اذهان كتير جدا من الاهالي ان الرياضه دي تحديدا اساس كويس لابننا او لبنتنا، صح. حتى لو مش هيستمر فيها وهيلتحق برياضه مختلفه. فالمفروض ان ينتج عن ده قاعده عريضه جدا من الناشئين. صح. طيب صح. هل ده متحقق ولا مش قوي؟ كان في حاجتين زمان، يعني كان الاول الوعي العام لمفهوم الرياضه ما كانش منتشر زي دلوقتي. فكان حتى اللي بيلعب ولاده رياضه كان بيروح على الكوره، بيروح على يعني والبنات لغايه مرحله سنيه معينه وخلاص. دلوقتي برضو الموضوع اتحسن شويه. لو هتكلم على الفتره بتاعت مجلس الاداره اللي انا بتشرف ان انا اكون من ضمن تيم العمل معاهم، احنا بقالنا 8 سنين موجودين مع بعض، عملنا خطه، عملنا قاعده، يعني الحمد لله حالفنا الحظ ان احنا ننجح المره اللي فاتت فقدرنا نكمل على شغلنا. فيمكن هو ده يعني وضح كل الخطه اللي احنا كنا حاطينها وكملنا عملنا ومشينا فيها. دي حاجه مهمه. تاني حاجه كنت حضرتك عايزه تعرفي دول العالم، دول العالم واحنا فين، احنا بنتعد ازاي التوب 3 مثلا؟ لا احنا امريكا والصين واليابان طبعا في اخر بطوله. في الولاد ما شاء الله طبعا اليابان، الولاد برضو كان في امريكا وفي فرنسا وفي روسيا وفي اوكرانيا، بس روسيا اخر بطوله ما كانتش اشتركت. يعني حضرتك احنا بنستعد ازاي؟ احنا رحنا معسكرات جديده جدا الفتره اللي فاتت. عملنا ميكس بان احنا الولاد بتوعنا يروحوا معسكرات وبان احنا نجيب خبراء اجانب يقعدوا عندنا برضو في مصر شويه. اوكي. لان هي بتفرق، يعني حضرتك المدرب برضو لما بيجي وبيشوف بقى كل الجوانب، ما بيشوفش اللاعب بس اللي بيروح، بيشوف الامكانيات كمان اللي حوالين كل اللعيب. بالظبط حضرتك. هو بيشوف صاله التدريب وبيشوف طبيعه اليوم بتاع اللاعب وبيظبط له الجدول بتاعه وبيقدر يقعد فتره اكبر. لما اودي كل اللعيبه بالمدربين افتكر التكلفه او القدره ان انا اقعدهم فتره كبيره هتبقى اسهل بالنسبه لي كتير غير لما اجيب فرد واحد. فلو انا هقدر اقعدهم شهرين هقعده هو ثلاث شهور او ست شهور زي ما هقدر اقعد. طيب احنا كده كده معانا تقرير ناخد فكره سريعه من خلاله عن التنظيم كان عامل ازاي وكل فعاليات البطوله دي، نستسمحك بس نشوفه ونرجع نكمل الكلام. يا ريت. اتفضل. النهارده كاس العالم ده مؤهل لبطوله العالم القادمه وفي الرانك اللي هو للاولمبيك جيمز. استعدادات كانت كبيره جدا لكاس العالم ده، كان في مجهود تنظيمي والخبرات بتاعت السنتين اللي فاتوا ظهروا جدا المره دي. اول مره يحضر جمهور في الافتتاح في حدود قريب من 15,000 متفرج، جمهور راقي جدا. اول مره لعبه الجمباز يحضر لها الجمهور ده بالحجم ده. باعتراف الخبراء الاجانب اللي موجودين معانا من الاتحاد الدولي والحكام الدوليين ان ده احسن افتتاح حصل في تاريخ لعبه الجمباز على مستوى العالم. ثالث سنه بننظم كاس العالم هنا في استاد القاهره، والحمد لله من كل بطوله للثانيه الموضوع كتنظيميا بيبقى افضل بالنسبه لنا، بقينا نركز في تفاصيل اكتر من كل بطوله للثانيه. زي ما حضرتك شايفه هتلاقي كل حاجه حتى على قد ما بنقدر نكون مركزين الشكل يطلع كويس، الملعب بيكون بشكل كويس، حتى الادوات او الاجهزه اللي موجوده تبقى على اعلى مستوى. اللجنه المنظمه الحمد لله المره دي كمان عامله دور كبير جدا بصراحه من كل المجموعات من كل رؤساء اللجان. فالحمد لله زي ما حضرتك شايفه احنا معانا هنا 40 دوله، ومن كل سنه للتانيه الحمد لله العدد بيزيد. واحنا دايما اللي انا بحب دايما اعرفه اكتر تقييم البعثات، دايما في انا معايا اتصال معاهم خلال الايميلات او حتى اتصالات تليفونيه، فالحمد لله دايما الفيدباك بيجي احسن من البطوله للتانيه. والسنه دي كمان الفيدباك كمان مع الافتتاح الحمد لله كويس جدا، الناس انبهرت انبهار فظيع. هدفنا ان احنا نخش ضمن احسن 12 فريق على مستوى العالم في بطوله العالم ان شاء الله اللي هتقام في شهر 10 القادم، دي اللي تاهلنا دايركت للاولمبياد، ودي هتبقى اول مره في التاريخ نتاهل بفريق للاولمبياد. طبعا علشان تاهل فريق يبقى لازم اللعيبه اللي موجودين فيه يبقوا اوريدي هم بينافسوا على ميداليات. الحمد لله احنا قريبين من تحقيق هذا الهدف. تنظيم اكثر من رائع على اعلى مستوى، انبهار كل العالم وكل اصدقائنا من الدول المشاركه، وكان مبهر لينا وجود الجمهور.
والجمهور كان في الافتتاح جمهور الجمباز كله أسرة الجمباز كلها في مصر كلها كان بحضورها ودعمها لينا وتشجيعها كان بصراحة ملوش مثيل كلنا كنا مبسوطين بتشجيعهم ودعمهم والحمد لله ربنا كرمنا بنتائج كويسة الفاينل وإن شاء الله النهاردة برضو الشباب صحابنا ربنا يكرمهم بإذن الله الفاينل برضو في 3 أجهزة تانيين. واحد بيبقى مبسوط لما يشوف مش بس في رياضة أو اتنين لأ احنا في معظم الرياضات عاملين طفرة رائعة جدا بقى عندك تنافسية موجودة عالميا الحمد لله انت بتشارك في يعني كمان بطولات عالمية وبتستضيف بطولات عالمية وجاليات كبيرة وتاخد خبرات مختلفة كل ده بيفرق بشكل كبير جدا غير كمان الإعلام والصحافة اللي بتيجي وبتغطي كل ده تاني هيندرج تحت الرياضة السياحية أو السياحة الرياضية اللي احنا كنا بنتكلم عنها وأهميتها. دكتور لميا خليني أقول بجد انجاز حلو جدا ما شاء الله استمروا على كده زي ما بيتقال كده ده البيز وحتى ان جه متاخر مش نقعد نقول ليه ومش ليه خلاص حصل واللي جاي ان شاء الله يكون افضل بكتير وان شاء الله نشارك في اولمبياد باريس بس طبعا لو احنا شاركنا في اولمبياد باريس اكدي ان المصريين مش هيقولوا احنا عايزين نشارك بس احنا عايزين نشارك ونفوز فازاي نقدر من دلوقتي نستعد ده هنقول ان احنا خلاص باذن الله هنشارك بشكل رسمي ازاي ممكن ان احنا بقى نحقق ميداليه يعني ايه اللي محتاجه البطل بتاعنا او البطله بتاعتنا ايه اللي محتاجه الفرق عندنا خلينا نسمع منك. رقم واحد طبعا الاعداد المسبق الاعداد الجيد التنافس كتير مع كل اللعيبه اللي هي انت راحه تنافسيهم لازم تلعبي مع اللاعب كتير لازم تحسي بجو البطوله كتير فتره الاعداد وفتره المعسكرات هي كده كده محطوطه لكن التنافس ان انت وشك كمان يبقى معروف مع الحكم يبقى عارف انت مستواك ايه كويس وعارف ان انت واصله لمرحله كويسه لان الحكم فعلا لو مش عارف اللاعب اللي قدامه ان هو بيقدر ينافس دي ما بتبقاش نقطه قوه كويسه جدا يعني ممكن ما يبقاش فير في التحكيم كمان لا هو بيبقى فير ما دي بس نقطة. مهم جدا ان الحكم يحس ان اللاعب ده وصل لمستوى تنافسي عالي شافوا كذا بطوله قويه اللاعب ده قادر على المنافسه اللاعب ده عنده خبره كبيره في الاداء كل ده بيفرق لانه بيدي كمان للاعب ثقه في نفسه طبعا ما بتديش اي شبهه عدم حياديه للحكم اللي مثلا متابع لاعب بعينه وشايف ان هو مستواه عالي جدا فيبقى في تفضيل شخصي حتى لو مش معلن ما يقدرش لسببين اول سبب لان في نظام الحكم على يعني بيقيم الحكام ده حضرتك بيبقى نظام الاتحاد الدولي عامله النتيجه بتاعه الحكم بتدخل وبتتقيم فكل حكم ممكن يتوقف لو هو درجته غير حياديه تاني حاجه احنا بنبقى 7 حكام او 9 حكام قاعدين على اللجنه فحضرتك احنا بناخد الافريج فبيشيلوا اعلى درجتين واقل درجتين وبياخد المتوسط حضرتك كمان ليك مستوى تخرج فيه مستوى من الدرجه يعني 10 او 20 او نص درجه لو في الخصومات عاليه جدا فحضرتك لازم تبقى في معظم الوقت جوه 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 المتوسطات حضرتك لو مش كده ده بيأثر على تقييمك فالحكم بيتهيالي ان التحكيم في حاله الجمباز وخصوصا الجمباز الايقاعي مثلا او الجمباز الاستعراضي الفروع اللي فيها استعراض شويه اللي هي فيها بناء على ايه بتحكمه يعني فاهم قصدي لا احنا يعني انا حكم دولي اصلا بس لا بنذاكر كتير قوي الصراحه بنتعب جدا لان احنا القانون بتاعنا صعب جدا الجماليات تكاد تكون متطابقه يعني في مستويات تحس ان في مثلا بنتين بيشاركوا واحده روسيه واحده امريكيه مثلا بفترض يعني أيوه. تحس ان هما الاثنين نفس الامكانيات ونفس القدرات ونفس القدره على الابهار نفس الصعوبه ونفس كل حاجه ازاي بيبقى في حاجات محددات القانون بيبقى حددها زوايا التكتيك بتاع الحركه مثلا زوايا الجسم زاويه فتح الرجلين المفروض البنت رجلها توصل لغايه فين وهي شغاله الجمال في الاداء خصومات الارتستري دي برضو القانون حددها لنا فانت لازم تكون مذاكر كل نقطه في القانون عشان اي خطا وساعات بيبقى في اخطاء مركبه بتحصل فحضرتك برضو الحكم بيبقى عليه مسؤوليه كبيره جدا في التحكيم احنا بنبقى داخلين خايفين جدا لان حضرتك اي غلطه انت بتبقى قاعد وبيبقى في حضرتك قاعد وبيبقى في حاجزين جنبك فحضرتك ما عندكش فرصه غير انت والجهاز قدامك أيوة. عشان تحط درجتك فلازم تبقى بتقعد مثلا تحكم من الصبح للليل لمده 2 أو 3 أيام لازم يكون كامل تركيزك مركز على اللاعب بيعمل أكيد. ايه عشان كمان هو من حقه هو طبعًا. تعب كتير وعمل طبعًا. مجهود كبير طبعًا. والتمرين بيقعد 6 ساعات ويمكن كذا مره في اليوم القرار لو كان خاطئ ممكن يغير مسار او مصير لاعب او لاعبه ما عشان كده حضرتك هو ما حطش حكم لخصومات الاداء حكم واحد حط 7 حكام لان عشان يضمن الحياديه وبرده تقدير من الاتحاد الدولي قد ايه اللعبه دي صعبه وقد ايه اللاعب عشان يوصل للمكان ده مهما كان مستواه هو تعب كتير قوي حلو جدا طب انا هتكلم معاكي عن نقطه
ذكرناها سريعا، بس لو ركزنا عندها اكتر، فكره صناعه البطل. اولا انا عندي كام بطل مصري بينافس عالميا، مش بس عالميا، ده سؤال. وازاي انا في المستقبل اقدر اقول ان مش اولمبياد باريس اللي بعدها ان شاء الله هقدر انافس باكتر من بطل وبطل. صح. بصي حضرتك، احنا قبل ما نحط اي هدف لازم نبقى عارفين الهدف ده واقعي او لا. كويس جدا. فاحنا في الاول خالص اول ما جينا قلنا احنا عايزين نبتدي نعمل بطولات دوليه، ده ما كانش الهدف منه ان انا عايزه استعرض، لكن الهدف منه ان انا اقدر اشارك في اكبر عدد بطولات ممكنه وسهل على اللاعبين بتوعي، سواء كانوا المحليين اللي ما بيقدروش يسافروا دون المنتخبات، او المنتخبات بتاعتي ان هي تسافر، واني انا اقدر ادعو دول كتير، لان مصر اصلا جاذبه، دوله جاذبه، ان هم يقدروا ييجوا ويقدروا ينافسوا، وفي نفس الوقت يقدروا يشوفوا البلد الحلوه دي شكلها. فده كان هدف كبير، ده كان هدف منه الهدف الاساسي ان انا اوصل لمستوى خبره تنافسيه عاليه. كويس. أنا وده بنحققه دلوقتي الحمد لله. حققناه الاول في بطوله الفراعنه، وبعد كده استضافه بطولات دوليه في مختلف الفروع، وبعد كده الحمد لله كاس العالم، وبعد كده انتهاء بكاسات العالم المؤهله للاولمبيات والبطولات الافريقيه والبطولات العربيه، الحمد لله كلها بننظمها هنا، عشان كمان احنا عندنا البنيه التحتيه ووجود صالات جاهزه ان احنا نستضيف بطولات ونحط فيها الاجهزه بتاعتنا دي، الحمد لله متوفره عندنا في مصر. طيب قبل ما نروح للنقطه الثانيه اللي حضرتك هتذكريها، انا عايزه اسال في كل البطولات دلوقتي اللي اتكلمنا عنها كسبنا منها ايه، وكان الرانكينج بتاعنا ايه؟ لا الحمد لله احنا الرانك بتاعنا حضرتك لو بنتكلم في معظم الفروع بتاعتنا، احنا عندنا في الترامبولين الحمد لله كنا متاهلين في الاولمبيات ووصلنا للمركز العاشر او ال11، انا برضو مش قادره اعرف انهي رانك. بالنسبه للايروبيك الحمد لله احنا اخر حاجه، احنا سابع عالم ودخلنا فاينلز في اخر بطولات. حضرتك في بطولات العالم بالنسبه للفني احنا ال15، يعني احنا كنا فروقات بسيطه جدا، كنا فعلا هندخل ال12 بس معلش يعني ده اللي حصل سو فار يعني لحد دلوقتي. بالظبط كده. في البنات المركز ال20 which is برضو قريبين مش بعاد خالص، برضو بفروقات بسيطه، فالحمد لله احنا ماشيين في خطه كويسه. بنتكلم بالنسبه لمستوى الناشئين احنا قريبين قوي برضو. احنا قريبين جدا، لان احنا خلاص في الناشئين الحمد لله احنا حققنا اوريدي ميداليه عالميه. اوكي الحمد لله. هنتكلم في باريس احنا بنحاول، لكن نقدر نوعي بميداليه امتى؟ لا ان شاء الله اللي بعدها. طب ليه يا دكتور لميا؟ يعني انا وكريم دايما بنسال السؤال ده لابطالنا في مختلف الرياضات. البعض يجي يقول بس انا عاجبني الواقعيه اللي حضرتك بتتكلمي بيها، ده رقم واحد قبل ما اكمل كلامي. بس في عندنا يعني دايما يقول لك انا يعني مش جاهز قوي، انا يعني لسه بحاول ببني دلوقتي. ليه احنا بنبني دلوقتي؟ ليه ما بنيناش كل السنين اللي فاتت؟ خصوصا احنا بنتكلم في رياضات مش مستحدثه، يعني دي رياضات قديمه وعلى مستوى السيدات والرجال. بس متغيره، احنا قانوننا بيتغير كل 4 سنين. القانون دوليا ولا قانون ايه؟ قانون اللعبه نفسه بيتغير كل 4 سنين. طيب مش توتالي. ومش البيز موجود، بس خدي بال حضرتك الجمباز بيجري قوي، بس عندنا دايما بوتنشال، يعني دايما بيبقى عندك البوتنشال، الشباب الموجود ولاد وبنات بيبقوا كويسين، بيز بتاعهم كويس جدا. طبعا. هل مشكله ماديه؟ لا، في بقى اصل هي ظروف يوم المدارس، الطفل بيخلص مدرسه الساعه 4، التنسيق بقى بين هنا وهنا طبعًا. يعني الموضوع صعب جدا، يعني بره برضو الرياضي بيتعامل معامله مختلفه تماما. احنا عملنا ده عندنا في المنتخبات، احنا المنتخبات طول السنه قاعد عندنا في المركز الاولمبي، احنا كاتحاد احنا بنكلم المدارس وبنديهم ورق تفرغ، الولاد بتروح المدرسه يومين في الاسبوع. طبعا لازم يبقى فيها استثناءات، يعني بيبقى فيها ساعات بيبقى فيها عقبات، وساعات كتيره بيبقى فيه جهود كبيره من وزاره الشباب والرياضه، يعني هم صراحه كمان مش سايبيننا خالص، في دعم كبير. بس حضرتك برضو ده ما بيمحيش ان بيبقى فيه ساعات صعوبات، ساعات بيبقى فيه اكيد. بس برضو نرجع مره ثانيه ونقول نظرا لان لرياضه الجمباز خصوصيتها واختلافها عن بقيه الرياضات من كونها يعني ليها شعبيه كبيره جدا في البيوت المصريه، وكتير زي ما كنت بقول لك من الاهالي بيختاروا دايما طبعا الرياضه دي لاولادهم. بالمناسبه يعني عايز ارجع مع حضرتك دقائق كده لافتتاح البطوله بطوله العالم اللي اقيمت مؤخرا في مصر، ومن ضمن الحاجات اللي ناس كتير خدوا بالهم منها الحضور الجماهيري الكبير، يعني احنا بنتفرج على الاعداد دي في ماتشات الكوره، لكن في حاجه زي الجمباز عاده اللاعب بيكون رايح او اللعيبه يعني بيبقوا رايحين مع اهاليهم، الاب والام، بالكثير خالته وعمته، لكن كان في اكتر من 15-20 ألف في الافتتاح. دي يعني نقدر نقول ان هي اشاره لحاجه معينه لطيفه ممكن يتبني عليها بعد كده. اشاره قويه حضرتك، احنا عندنا في البنات الصغيرين تحت 6 سنين وتحت 7 سنين 7000 و6000 مشترك.
فالحمد لله زي ما حضرتك قلت الوعي الجماهيري وبرضو حرص الاتحاد ان هو يخلي اللعبه دي وينشر ثقافه ان اللعبه دي مهمه جدا كاساس لاي رياضه. طبعا ما حدش يقدر يقول ان 6000 هيكملوا في الجمباز، لكن على الاقل هنضمن ان في 6000 رياضي متاسس كويس هيروح لباقي الالعاب الثانيه. كويس جدا. فدي دي ميزه كبيره. الحضور الجماهيري لان حضرتك برضو لما توصل للي قدامك ان الحدث اللي هيحصل ده حدث مهم جدا، لما الثقافه توصل له ان مش في اي وقت هنقدر تشوف اللاعب ده موجود واللاعب ده موجود، اللاعب ده عشان تسافر تروح هتدفع تذكره قد ايه عشان تتفرج عليه، الناس دي كلها جايه. في ولاد بتقول لاهاليها انا في يوم من الايام هنزل العب هنا. هو ده اللي احنا عايزينه اصلا. فده هو ده كان هدفنا، يعني هي مش الهدف الاتحاد ان انت تعمل بطوله، لكن احنا بنغرز روح المنافسه، المنافسه كويسه طبعا. ان انا اشوف اللاعب المصري اللي لسه جايب ميدالية بيعمل قدامي عرض، واللاعب الصغير بيسقف له، اللعيبه كلها عايزه تروح تتصور عليه تتصور معاه. ده هدف في حد ذاته، ان الولد بعد كده هيبقى عايز يروح التمرين، فهو ده بقى نتيجه. هو ده قدوه، قدوه بتبقى حلوه للشباب. عشان كده بقول لحضرتك احنا هنضمن ميدالية، لان احنا كمان ضمننا ان في جيل عنده ولاء للرياضه، عنده ولاء للمكسب، عنده ولاء للميدالية. هتخلصي معانا البرنامج هتروحي بقى عشان حفل الختام صح كده؟ هروح اتفرج الاول على الفاينلز وان شاء الله نتكلم بقى ونهني بعض. أيوة يا رب هنتابع معاكي طبعا اكيد. لكن هل في اي مفاجآت؟ ده يعني هيكون عايزين نختم بقى بفكره هنا الختام، هل في مفاجآت في حفل الختام النهارده؟ احنا هنكرم طبعا كل الاطفال الصغيرين، احنا شاركنا في حفل الافتتاح بدءا من منتخبات البراعم حتى منتخب الدرجه الثانيه، يعني اللي هم كان اللي هم ولادنا اللي راحوا لعبوا بطوله العالم في تركيا. هم عملوا حفل الافتتاح عشان يساندوا زمايلهم منتخب الاول الصف الاول مع زمايلهم اللي هم منتخبات الناشئين ثم منتخبات البراعم. فكل دول الحمد لله ان شاء الله النهارده لازم يتكرموا. يا رب ان شاء الله بقى يكون احسن ختام ان احنا يكون معانا ميداليه ويكون عندنا تاهلات. لا تكلل مجهوداتكم بقى بالنجاح ان شاء الله، وباذن الله يبقى لنا لقاء تاني مع حضرتك نتكلم فيه بقى عن الانجازات اللي هتتحقق النهارده باذن الله. يا رب ان شاء الله. نورت الدنيا دكتور لميا، نورتينا يا دكتور لميا حقيقي، بالتوفيق ان شاء الله. هنروح فاصل ونرجع بقى يعني عشان معانا فقره مهمه جدا مع كابتن جمال السيد طبعا نجم الاهلي السابق، هنتكلم معاه في كل بقى التفاصيل واكيد الاستعدادات كمان لماتش السوبر. فاصل ونرجع نكمل. مرحبا بحضراتكم في الفقرة الأخيرة النهاردة، وخلاص الحمد لله الأهلي قدر إن هو يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال بعد طبعا التعادل بالأمس، مباراة جميلة والتحليلات المختلفة طبعا اللي هنتكلم برضو عنها، لكن قدرنا إن احنا في المجمل نفوز بالنتيجة اللي احنا عايزينها اللي هي تأهلنا. هنتكلم في كل التفاصيل دي وهنتكلم في استعدادات كمان ماتش السوبر اللي يعني أعتقد الوطن العربي كله مستنيه ده من غير مبالغه حقيقي، يعني طبعا امام الزمالك وملفات اكيد عديده. هي بس نرحب في البدايه بكابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق. بونجور يا كابتن، وليك وحشه كبيره والله. ربنا يخليكي، صباح الخير عليكي. صباح الهنا على كريم طبعا. صباح الفل. والف مبروك للنادي الاهلي. الحمد في لله. البدايه الحمد لله طبعا، يعني في البدايه طبعا انا لازم نحيي طبعا تحيه كبيره طبعا لمجلس اداره النادي الكابتن محمود الخطيب. طبعا ليه بقول الكلام ده؟ طبعا احنا كل الناس بتحب الكوره وبتتفرج عليها انما الدعم الاول للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وتدعيم الفريق الاول طبعا مجلس اداره النادي بقياده الكابتن محمود الخطيب. عامل سكواد عظيم، سكواد هايل. لما حتى دلوقتي انت ما عندكش مشاكل في اي مركز. لما نبص للمدافعين هنلاقي طبعا منافسه قويه جدا، مثلا بين ثلاثه مدافعين من اقوى المدافعين في مصر، محمد عبد المنعم، محمود متولي، ياسر ابراهيم. من ناحيه اليمين هنلاقي محمد هاني، هنلاقي خليل عبد الفتاح. ناحيه الشمال دلوقتي موجود علي معلول، موجود كوكا، موجود وسط الملعب احسن ثلاثي خط وسط اعتقد في الوطن العربي، عندنا ديانج، عمرو السوليه، مروان عطيه، حمدي فتحي. بنتكلم عن سكواد هايل، ده بيساعد اي مدرب على النجاح. للمهاجمين ناحيه اليمين التطور الرهيب طبعا كهربا. بالظبط. كهرباء ومهاجم هايل مروان عطيه. يعني الحقيقه الفتره الاخيره شهدت تالق مجموعه كبيره من اللعيبه، منهم اللي كان غايب شويه عن التالق ومنهم اللي اللعيبه اللي مستواهم ثابت في الفتره الاخيره، والحمد لله ان الثبات على تالق وعلى اداء متميز بينال استحسان ورضا الجماهير. ففكره الثبات دي
ليه بتتغير كل فتره والتانيه؟ وانا مش بتكلم على لعيبه النادي الاهلي، بتكلم من حيث المبدا في المطلق. في المطلق ليه اللعيبه اللي عندها قدرات وعندها امكانيات وعندها مهارات ما بتبقاش ثابته؟ هي دي طبعا الحمد لله، يعني انا اعتقد في الفتره الاخيره دي نقدر نقول معظم اللعيبه المصريين او في لعيبه حتى في على مستوى العالم، قلما تلاقي لعيب بيعمل مباراه او بيأدي مباريات بشكل ثابت لفترات طويله، دي بتبقى فيها صعوبه شويه، بتتدخل فيه حاجات كتير جدا، ممكن يبقى الاجهاد، ممكن يبقى تولي المباريات. انما نيجي للنادي الاهلي فعلا زي ما حضرتك قلت في نقطتين مهمين جدا، ثبات لعيبه ورجوع لعيبه لمستواها. لو اتكلمنا عن ثبات مستويات لعيبه هنيجي نتكلم على محمد عبد المنعم، محمد الشناوي، نتكلم في وسط الملعب مروان عطيه، طبعا من الصفقات العظيمه اللي اتعملت. عشان كده انا بدات التحيه طبعا للكابتن محمود الخطيب، من الصفقات المهمه جدا اللي اتعملت في تاريخ النادي الاهلي من فترات طويله. نيجي للعيبه اللي رجعت مستوى، نتكلم عن بيرسي تاو، كان عليه علامات استفهام كتير جدا صراحه فتره طويله. يعني بيرسي تاو اعتقد من سنتين منذ تعاقده مع النادي الاهلي بيعيش احسن فترات حياته طبعا، مؤثر جدا مع النادي الاهلي، مؤثر هجوميا بشكل كبير جدا. يرجع لبرده لذكاء مارسيل كولر بصراحه، هذا المدير الفني اللي بيقدر يستغل كل لاعب بشكل مميز او بشكل فيه ذكاء لحد كبير. بالظبط، هياخد حقه في الكلام اللي احنا بنتكلمه، زي ما احنا اتكلمنا في اتجاهات كتير يعني ادت لنجاح النادي الاهلي للوصول للسيمي فاينل. هنيجي برده لمارسيل كولر، ان انت تتعامل مع الكم ده من اللعيبه المتميزه وتقدر تعمل عمليه التدوير في محلها وفي وقتها وترجعهم لمستواهم. خلينا نبقى صراحه برضو كابتن بالزبط. جمال، في فتره زي ما كريم قال ما كناش بنشوف اللعيبه بتاعتنا بالمستوى بتاعها، ليه؟ كنا بنزعل ان مش ده المستوى، انت عندك مستوى افضل من ده بكتير. ربما بتعود ليه برضو للاسف تكرار المشاكل في قصه هنا، الضغوطات اللي بيواجهوها وغيره والجداول اللي احنا شفناها. ولكن قدر مارسيل كولر، انا من وجهه نظري وحضرتك تتفق طبعا معايا، يعني الراجل قدر ان هو يعيد مره تانية تالق كل لاعب على حده، يعني حقيقة. قدر يخلق الروح مره تانية عنده، حتى الدروب اللي بيحصل، اللمسات الاخيره اللي كنا بنشتكي منها دايما، مش هقول انتهت لكن بتقل، ما بتشوفهاش ماتش اتنين ترجع ماتش بعد كده، يعني ده تطور. تمام، لما نيجي نتكلم عن مارسيل كولر في النقاط اللي حضرتك اتكلمتي فيها، نقاط مهمه جدا، ودي برضو نجاح لي. النجاح لي ان انا ازاي اقود السكواد ده او كم اللعيبه المتميز، وازاي عامل عمليه تدوير، وفي مباريات بتحتاج توليفه مهمه على قد المباراه اللي انا عايز منها ايه. زي مباراه امبارح، ممكن يتقال الكلام ده على ماتش امبارح، كنت بقول لك ده اقرب حاجه اللي احنا هنتكلم عليها. ماتش امبارح هو ادى الغرض، ادى الغرض ووصل للمباراه لبر الامان زي ما انا عايز. تكتيك دفاعي هايل، جوانب دفاعيه كويسه جدا معموله، جبهات كانت من ناحيه اليمين او من ناحيه الشمال، ممكن نتكلم عليها بالتفاصيل، بس نتكلم الاول جنرال عن مارسيل كولر. كولر في الوقت ده امبارح عمل تغيير مهمه جدا، يعني كون ان هو يبدا بياسر ابراهيم كقلب دفاع، وياسم اللعيبه برده بصراحه ليها كل التحيه، بمجرد احتياج الفرقه ليه او ان هو بينزل عامل مباراه هايله، لان هو في الالتحامات الهوائيه متميز جدا، في القوه البدنيه، كل المنافسات الثنائيه اخذها، لدرجه ان اخر دقيقتين او ثلاث دقائق يعني اصيب في قوه التحام قوي جدا، واصيب ان شاء الله تبقى الاصابه بسيطه باذن الله ويقدر يروح مباراة السوبر يوم الجمعة. من اللعيبة الحاجات اللي بيعملها بقى مارسيل كولر في التوقيتات دي، امتى الثلاثة اللي بلعب فيهم في نص الملعب الثلاثة الدفاعيين اللي هم المفروض ان انا هعمل بيهم بلوك دفاعي جيد قبل ما يوصلوا للأربعة المدافعين، أو قبل ما يوصل الفريق المنافس لمنطقة الخطورة بتاعتي، ازاي اكسر الهجمات بتاعته. كان عاملها امبارح ساتر دفاعي هايل من مروان عطية وديانج وحمدي فتحي، والتوزيعة بتاعتهم ازاي، يعني انا مش حاططهم بدون اي وظايف، لا كل واحد عارف هو بيعمل ايه. أليو دانج انا قافل الجنب اليمين مع محمد هاني وبيرسي تاو، حمدي فتحي قافل الجنب الشمال مع علي معلول مع حسين الشحات، جبهه دفاعيه معروفه، لو الكره من نص الملعب تحس ان هما الاثنين بيقفلوا القلب بيشتغلوا مع مروان عطيه. على ذكر أليو دانج، طالوا الكلام اللي اتقال في فترات سابقه على بيرسي تاو، فكره التذبذب في المستوى، وأليو دانج الحقيقه ظاهره تستحق التامل، بس انا مش هتكلم عن شخصه قد ما عايز اتكلم مع حضرتك عن المبدا نفسه، فكره ان اللعيب يبقى فايق من عدمه، واكيد كلمه فايق دي بتفرق كتير وبتشوف لها انعكاسات طيبه كتير في ماتشات كتير. يعني حد زي أليو ديانج مثلا الماتش اللي بينزل فيه فايق بيبقى مرعب، تمام، وفي ماتشات تانية ما بيبقاش بنفس القدر من الفوقان. فتعال نقف عند ظاهره الفوقان، هو ايه اللي يخلي لعيب ينزل في ماتش فايق وفي ماتش تاني مش قد كده؟ هي بتفرق كتير، اوقات في اللعيبه كتير اللي عندهم سكواد ماتشات او زي ما قالت نهاوند الجزئيه بتاعه تتلي المباريات ومباريات كتير دي اوقات بتفرق كتير.
بتفرق كتير في جزئية ممكن عملية الإجهاد اللي بيصيب اللعيبة أو الملل الروتيني، إن أنا دايما بلعب مباريات ودايما. بس النادي الأهلي تجديد الحوافز دايما للعيبة وقيمة النادي الأهلي في البطولات والمباريات دي بتفوق اللعيبة بسرعة، تحسهم إن هم بيخرجوا من البطولة يركزوا بطولة تانية. دي ممكن كانت بتعمل شيء من التذبذب في مستوى أليون ديانج. بس أليون ديانج لو بصينا على الـ على الـ على الـ على المستوى الـ على الـ على المدى الطويل، الاستدامة يعني الاستدامة بالظبط الاستدامة طبعاً هتلاقي طبعاً. لا الإجادة بالنسبة له فترات طويلة قوي. ولو إنه في أوقات يعني في أوقات كتير جدا كنا بنحتاج اتنين في نص الملعب، كان ممكن يلعب عمرو السولية ويلعب مثلا حمدي فتحي او عمرو السولية، ودلوقتي مروان عطيه بقى خلاص من اللعيبه الاساسيين لا غنى عنه طبعا. مع طبعا تتالي المباريات عامل شغل حلو الحقيقه، عامل شغل هايل، عنده ثبات رهيب هو، ولا تحس ان هو عنده توازن نفسي كبير قوي، تركيزه في الملعب عالي قوي، هو دخل في منظومه النادي الاهلي بسرعه وبناء عليه اصبح من النجوم الاساسيه في النادي الاهلي المؤثره حتى في مؤشر الاداء. لو مؤشر الاداء على فترات حتى امبارح كان في كوره او كورتين الناس مش متعودين من مروان عطيه ان تتقطع منه، ولكن لا انا طبعا انا باخد بقيمه باكج 90 دقيقه طبعا مش طبعاً في لعبه طبعاً او اتنين طبعاً. انما الناس عشان هم شايفين مروان عطيه دايما متفوق ومتميز فكان تحس ان عدم القبول في ان انا مش عايزه يتقطع منه كوره، مش عايز مس باص، كل التحاماته عايز اخدها طبعاً. لا في اوقات طبعا بتحصل يعني هفوة او حاجه مش مؤثره وارد، ولكن هو من اللعيبه اللي عندهم ثبات في المستوى يعتبر هو واليو ديانج. حلو جدا. طب امبارح كده كام حاجه عايزين نتكلم عنها برضو، منها انا وكريم اتكلمنا على النقطه دي بس سريعا، التحكيم يعني انا مش هشكك ولا كريم ولا اي حد هيطلع يشكك، ولكن حصل امبارح ضربه جزاء غير مبرره غير مفهومه، الحمد لله ان هي يعني كانها ما اتحسبتش، كانها ما اتحسبتش، بس ليه يعني مش عايز اقول لحضرتك انه اكيد حضرتك تابعت مش بس المحللين الاهلاويه او التابعين مثلا لمشجعي النادي الاهلي هم اللي اعترضوا، ناس كتير كانت بتقول لك مش مظبوطه ضربه الجزاء دي، ففي ايه؟ لا هي التحكيم بالنسبه للتحكيم باستثناء الكره دي وكرة كهربا برضو في واحدة فيها شك كبير بالظبط، بس أوقات الضغوط الجماهيرية على الحكام بتأثر بشكل كبير، ده مش بروفيشنال أبدا يعني بالظبط. إنما بقيت المباراة بصراحة حكم يعني كان كويس، انما نيجي للكورتين دول عليهم علامه استفهام كبيره، نيجي الحاجات اللي الكورتين دول ممكن يضيعوا لك بطوله طبعا ما هي مشكله كابتن جمال ما انت عارف. انما انا هتكلم تفصيليا عن ضربه الجزاء، ضربه الجزاء اللي اتحسبت اعتقد ان الفار ورطوا فيها نسبيا، لما حصل اعاده من الكاميرا اللي هي من بين خلف المرمى هو قدام الكوره، يعني الكوره أليو ديانج مش شارك مع اللعيب المغربي وهو قدامها، يعني ما فيش مسافه، يعني انا شايفها 200%، حتى لو انا ما احتكمتش للفار بدليل ان اللعبه كملت بعد كده ورايح هجمة للنادي الاهلي واللعيب الافريقي بتاع الرجاء خد انذار فيها، حتى حصل كده برضه، حصل شويه لبس لما خد الانذار الثاني حتى جت في على الشاشه ان هو اتطرد، المفروض يطرد بس هو طبعا عشان تاني انذار تم الغاء الانذار الاولاني عشان رجوع للفار وحسب ضربه جزاء. فنيجي للكره دي تحس ان الفار ورطوا فيها أكبره، وبعدين إعادة الكورة من كذا جانب أوقات تديك إيحاءات ممكن ما تكونش صحيحة. يعني أليو ديانج تحس إن هو لمس الكورة، فطالما لمس الكورة في المنافسة دي خلاص، يبقى حتى لو حصل احتكاك بعد كده بس احتكاك ما فيهوش تهور، احتكاك عادي أنا مادي رجلي فقط لا غير، لا ما تتحسبش. يعني لو نسبة في أقاويل يقول لك ممكن تتحسب، طب ممكن تتحسب 10%، يبقى مش فير. أيوه. ما هو نفس النسبة ممكن أقول لك ممكن ما تتحسبش 80%، يا لا ما تتحسبش. طب على كل الاحوال ده بالنسبه للي فات، تعال بقى ندخل شويه على اللي جاي. أيوة. وعندنا الترجي وبرده توقعاتك بالنسبه للقاء الاهلي والترجي، هيكون الماتش عامل ازاي؟ دايما مباراتنا مع شمال افريقيا مباراه قويه جدا، ولو ان الترجي مش احسن نسخه ليه. انا اتفرجت امبارح على ماتش الترجي وشبيبه القبائل، امبارح الترجي كان كسبان 1-0 للدقيقه اعتقد حوالي دقيقه 80، اتعادل شبيبه القبائل وكان هيكسب كان هيخرج في ملعبه. امبارح لحد اخر 10 دقائق 9 دقائق ومتعدين اتعادلوا. هو ماتش كان عجيب شويه واللي حصل فيه والاحداث والشغب والقنابل المسيله للدموع بالظبط، مشاكل كبيره يعني مشاكل كبيره، ولكن احنا اي مباراه بيننا وبين شمال افريقيا بتلاقي بيبقى فيها صعوبه، ولو ان النادي الاهلي متفوق بدنيا وفنيا في وقتنا هذا، احنا لو اتكلمنا كوره واتكلمنا ملعب النادي الاهلي ان شاء الله كسبان. انما المباريات على ارض الواقع بتختلف، بيبقى فيها شحن جماهيري وفيها روح وفيها روح قتاليه عاليه وفيها كفاح. انما النادي الاهلي لما نيجي نتكلم في مباراه النادي الاهلي اي مباراه
تنافسية قوية، الحمد لله بنلاقي لعبتنا بشكل كويس. ده قيمة النادي الأهلي. مباراة كبيرة مع الترجي أعتقد هيبقى يوم 12 و19 12 في برضو كالعادة يعني، ده حتى على المستوى المحلي يعني، تلاقي ممكن تلاقي في الدوري بتاعنا ممكن تلاقي فريق يعني ماشي حاله تمام، بس يجي قدام الأهلي ويتعملق ويتجول إنجاز التعبير كل قواه. وبطبيعة الحال الكلام ده بيحصل كمان في البطولات الإفريقية وبالذات مع فرق شمال إفريقيا، حتى لو مستواهم حاليا مش ده الامثل او ده المعتاد، لكن كالعاده يجي قدام النادي الاهلي وتلاقي فيه تحجير حاصل يعني. طبعا، وكل ما انت بتروح في بطوله افريقيا او بتقرب من البطوله، انت بتتكلم على سيمي فاينال، سيمي فاينال دور نصف نهائي، مباراه هامه جدا طبعا، مجموع مباراتين. لما بنتكلم عن مباراه شوط اول وشوط ثاني، بيبقى شوط اول في تونس وشوط ثاني ان شاء الله في القاهره، هتبقى مباراه قويه جدا، معاهم مدرب متميز نبيل معلول، ده من المدربين المتميزين او في تونس، وبيعرف يشتغل مع الفرقه بشكل تكتيك كويس. امبارح بيلعب شباب القبائل رغم ان هو خارج ملعبه، بس بيلعب مأمن دفاعه قوي، بيلعب زون ديفنس، وبيلعب رغم ان هو في ملعبه، بس هو طبعا معتمد على المباراه الاولى ان هو كسبان بره ملعبه 1-0، فدي مدياله اريحيه شويه. انما من المدربين الكويسين بينظم فرقته بشكل كويس قوي. عناصر، معظم العناصر اللي في الترجي اتغيرت، انا شفت بس امبارح منه اعتقد كوليبالي بيلعب في نص الملعب، لعيب متميز برضه، افريقي متميز، لعيب كويس يعني. بس ان شاء الله النادي الاهلي في حاله البدنيه والفنيه اللي فيها، اعتقد ان احنا نقدر نتغلب على الترجي بشكل كبير ان شاء الله. نخش بقى على السوبر، خش لي على السوبر بقى. السوبر ايوه. يلا بقى، طبعا الجمعه ان شاء الله خلاص، ايام قليله جدا تفصلنا عن هذه، مش هقول مباراه، هذه البطوله. هنقرا المشهد ازاي؟ خلينا نقرا من دلوقتي كده المشهد هيبقى عامل ازاي بوجهة نظر حضرتك، الكفة الارجح مين، ايه النقاط اللي احنا كأهلي لازم نركز عليها، نقاط الضعف اللي هناك في الزمالك طبعا، داخل انت 50-50 ولا داخل المباراة اصلا 70-30 مثلا؟ خلينا برضو المعدل ده نعرفه منك كابتن جمال. لا، المعدل في الكورة، ولو ان النادي الاهلي دلوقتي زي ما قلت على الترجي، النادي الاهلي متفوق بدنيا وفنيا ونفسيا ومعنويا كتير على نادي الزمالك، ولكن المباراه دايما، احنا من زمان قوي مباراه اهلي وزمالك ما لا تخضع لمقاييس، لان فيها حاله اللعيبه في الملعب هي اللي بتفرق بشكل كبير. صحيح صحيح. النادي الاهلي طبعا الحمد لله عايشين نشوه الانتصار، وكسبنا امبارح والسيمي فاينال، ولكن اعتقد من النهارده خلاص الموضوع انتهى، هم بيفكروا دلوقتي في مباراه السوبر. النادي الاهلي بالسكواد اللي موجود في النادي الاهلي ان شاء الله نتفوق في المباراه دي بشكل كبير، نسال ربنا بس التوفيق. عندنا لعيبه كتيره جدا نقدر نعمل عمليه التدوير بشكل كتير، زي اللعيبه اللي انا ذكرتها دلوقتي في المدافعين، باك رايت، باك ليفت، نص ملعب، مهاجمين بشكل كويس عندنا لسه تحت الـ 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 ان نقدر نستفيد بيهم يعني على ارض الواقع. في احمد عبد القادر، وفي طاهر محمد طاهر، امبارح برضو تحس ان مارسيل كولر قال لهم لا يعني بلمس، اتفضلوا انزلوا، ده 10 دقائق، ده 5 دقائق، لا انتوا موجودين، انا ممكن استفيد بكم يوم الجمعه. صح. احمد نبيل كوكا امبارح، مع طاهر محمد طاهر ناحيه اليمين، احمد عبد القادر بدا برضو العوده للمباراه، محمد شريف، عندنا سكواد كويس، وعندنا برضو ما عندناش مشكله بالنسبه لقلب الدفاع ان شاء الله ربنا يشفي ياسر ابراهيم. موجود محمود وتولي من اللعيبه برضو المتميزين، ممكن هيفيدنا في المباراه دي بشكل كبير، وانا اعتقد ان هيبقى له دور كبير. محمد هاني وخليل عبد الفتاح، خليل عبد الفتاح ممكن يلعب، امبارح برضو نزله بدل محمد هاني، ممكن يكون 7 دقائق او 10 دقائق، يعني انا بجهزك للي جاي، انت موجود. اللعيب لما بيحس ان هو قريب في الحالات دي ما ببقاش بعيد عن المباريات. صح. لا، وبيدي اقصى ما عنده. بالظبط، انا موجود الاول ما بلاقي الفرصه بمسك فيها بشكل كويس. على كل الاحوال احنا كلامنا مع حضرتك اكيد لم ينتهي بعد، احنا بس بنستاذنك نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل الكلام. اتفضل. طيب، تحليلاتنا اكيد وكلامنا لسه مستمر مع كابتن جمال السيد نجم الاهلي السابق، وبنتطرق لملفات عديده اخرها كان طبعا السوبر. بس واحنا في الفاصل دلوقتي كريم كان بيتابع عيني فورانا بعض الصور لبعض الاشخاص اللي توفوا امبارح جراء زي ما كنا بنحكي لحضراتكم افعال الشغب، يعني كان منهم كذا يعني شاب وشابه من اللي متشيرين صورهم كتير، يعني بنوته كده واضح ان هي حتى ما كملتش 20 سنه تقريبا، اعتقد انها 29 سنه. مهير تقريبا عندنا مشجعه صعبه قوي كابتن جمال، ما كانش زمان كده بصراحه. احنا لازم برضو نعيد نظر في جزئيه يعني دخول الجماهير، نعمل اكتر من باب، نعمل تنظيم اكتر،
دي معظم الحاجات دي ما بتحصلش الا في الدول العربيه بقى لنا فتره طويله يعني. ساعه كان في مأساة يعني من زمان يعني انا اروح ولا ابني ولا بنتي ولا صاحبتي ولا وهو ايفر يتفرج على ماتش تبقى النهايه ان الشخص يتوفى يعني. لا طبعا شيء لا يعقل يعني. بالظبط رايح تشوف حاجه انت بتحبها رايح تستمتع ما ينفعش طبعا تؤدي لوفاه حد او 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 توصل لامور كده او حتى اصابه يعني خالص. لكن طبعا التدافع طبعا اهالينا في المغرب طبعا عن فقدان هذه الشابه رحمه الله وغيرها كمان للاسف ربنا يتولاه برحمته ويا رب ان شاء الله الحاجه دي ما تتكررش ثاني في الدول العربيه يبقى في تنظيم يعني اكثر بالزبط. تنظيما واكثر حرصا ان منع التدافع طبعا لان هي دي اللي بتعمل مشاكل كتير. صحيح. كنا بنتكلم برضو عن بعض الامور وفي المباراه بالامس وبعض التحليلات طبعا تكون يعني لاحقه لاي مباراه بعض الاراء اللي اختلفت ويمكن برضو ناس امبارح وتعليق حضرتك على النقطه دي لكن امبارح ما كانش مفروض كولر يبدا بكهربا. من وجهة نظر حضرتك هل فعلا كان المفروض ما يبدأش بكهربا ولا كان المفروض يبدأ بشريف ولا الأفضل اللي هو المدير الفني بيشوفه الأصح للفريق؟ لا طبعا كان في أقاويل يقال إن الأفضل أو زبست في المباراة دي يبدأ محمد شريف. هم تصورهم إن دايما النادي الأهلي في فترات طويلة هيبقى مضغوط في المباراة. محمد شريف عنده سرعاته أعلى من كهربا شوية فممكن يستغل الهجمات المرتدة. ولكن طبعا أنا كنت شايف حتى الناس لما كانوا بيتكلموا معايا قاعد بتفرج مع مجموعة من أصدقائي قلت لهم لا أنا شايف إن كولر ثبات التشكيل اوقات مهمه قوي ولو كنت على يقين ان هو عامل سيناريو تاني للمباراه او ان هو في الجزء التاني او جزء معين من الشوط التاني وقد كان ان هو يشرك محمد شريف ممكن يكون كهربا يعني ادى ان هو يتعب المدافعين المغاربه ويستهلكهم بدنيا ودي كانت وجهه نظر مستر كولر بالظبط وينزل محمد شريف يقدر ان هو يتفوق عليهم في كوره او اتنين ولكن طبعا هو اختيار المدير الفني اكيد مبني على فكر ورؤيه وخطه معينه في دماغه بالظبط. لكن بالنسبه للنوع ده من الاراء يعني الناس زي ما كانت نهاوند بتقول لحضرتك من شويه في كذا حد قال لك ايه مش صح انه كان يبتدي بكذا تاكد انه لو كان عمل اللي هم قالوه كنت هتلاقي ناس ثانيه مجموعه ثانيه يستغلطوا على النقيض بالظبط الناس دي ترضيها ازاي يعني فاهم قصدي لا مش هترضي مش عاجبهم العجب في كل الاحوال ما تشغلش بالك لا دي مستحيل طبعا يا مستحيل طبعا زحمه لو نزل دي بدري يقول لك بدر ليه بالظبط اتاخر ليه اتاخر هو كده المدرب دايما او المحللين الساده المحللين القصه في مصر الكتير قوي اللي كتروا يعني اقصد طبعا كل واحد ليه ان هو لا انا شايف من وجهه نظري ان هو يلاعب كهربا لا ما يلاعب محمد شريف لا يلاعب ياسر ابراهيم لا يلاعب محمود متولي لا ولكن المدرب اكتر واحد بيبقى حاسس بفرقته وعارف وقاري لعبته والفريق ومذاكر اكتر يعني مذاكر كلمه مذاكر دي مهمه قوي ليه لان انا لو ذاكرت الفرقه اللي قدامي كويس قوي بعمل كذا سيناريو للمباراه وانا شغال كل شوط ليه ممكن يبقى حاجه في دماغي حاجه معينه اعملها بالزبط. سيناريو تاني ابدا اغير يعني النوع ده من تعليقات الجماهير معناه ان الجماهير بتذاكر اكتر من المدراء الفنيين ولا في نسبه فتايين فيهم كبيره؟ لا طبعا ما فيش شك نسبه فتايين كبيره قوي كتير جدا طبعا ما فيش شك يعني لان هو مش هيرضي احنا ما شاء الله يعني احنا لو جينا اتكلمنا هنتكلم ان هو اهلاويه يعني احنا بنتكلم عن 80 مليون اهلاوي مثلا بالبيت. فكل يعني كل واحد له وجهه نظره قد يتفق وقد وما يتفقش معاه يعني يبقى في اتجاه تاني مغاير ولكن طبعا المدرب بمجرد ان هو اجاد وخد النتيجه اللي هو عايزها ونجح فبتلاقي خلاص كل الناس ماشيه في الصف معاه حلو جدا انما لو لا قدر الله حصلت نتيجه عكسيه او نتيجه طبعا. غير اللي يأملها الجمهور هتلاقي بقى قصه الفتيين دول يطلعوا اكتر ونسبة اكتر يعني طيب كابتن جمال عايزه اروح انا وكريم برضو مع حضرتك لنقطه يعني احنا خلينا نتكلم بمنتهى الصراحة احنا مش قلقانين على الأهلي في إن شاء الله البطولة جاية مش هقول المباراة هي بطولة إن شاء الله الأهلي معودنا واللعيبة معودانا إن هي لما بتبقى تحت ضغط أكبر هي بتتألق يعني في مباريات بتبقى سهلة بنفضل قاعدين كده وفي مباريات صعبة الواحد بينبهر وما شاء الله من الدقايق الأولى أنت بتحسم المباراة فاحنا مش قلقانين على اللعيبة أبدا الشق اللي أنا بقى عايزة أروح مع حضرتك فيه أنا وكريم إيه الأوراق الرابحة يعني فكرة الاستعداد وروح الأهلي واللعب الجماعي والتكتيك اللي هيكون أكثر من جيد ده ما عندناش قلق بس فكرة النقطة اللي أنا بتكلم مع حضرتك فيها بقى هي الشق ده بتشوف إزاي الأوراق الرابحة إزاي إن أنا ممكن أركز على مشاكل في الفريق المنافس ابتدي ان انا استغلها بمعنى اصح يعني واستغلال في اللعبه مش غلط لا طبعا ده حق مشروع النادي الاهلي في المباراه دي هيعتمد نمره واحد على الروح القتاليه العاليه واحنا الحمد لله متميزين فيها قوي الروح القتاليه العاليه دي بتروح لايه او معناها ايه او معناها الحرفي الروح القتاليه العاليه ان انا اكسب جميع المنافسات الثنائيه في المباراه ان كان هنتكلم مثلا على الجنب اللي فيه بيرسي تاو مثلا وفيه احمد فتوح نادي الزمالك بيرسي تاو بيتميز بالسرعه وعنده المهاره
ان هو يقدر يعدي اي لعيب في الجزئيات اللي فيها واحد لواحد. دي ورقه رابحه للنادي الاهلي جدا رغم الانتقادات اللي خدها عشان صغر حجم جسمه يعني. طب ما عندك يعني معظم اللعيبه على فكره يعني بغض النظر عن هالاند هو في زي ميسي مثلا هالاند ده لكن فعلا ميسي وغيره الجسم اللي هو بيبقى هالاند ده حاله خاصه دلوقتي لان هالاند بني ادم يعني بني ادم بيتكلم في اطار الجنس اللي اطلق عليه وحش ده وحش الكون حلو وحش الكون يعني هو ده مش طبيعي يعني ما شاء الله قوه لا قوه بدنيه غير عاديه يعني لعيب. ودي طبعا يعني مش عايز بقى اتكلم عن تكتيك دي وجوارديولا وغير فكره تاني ولعب براس حربه ثابت من قبل كان قبل كده بيلعب براس حربه وهمي. لا ده الموضوع بقى كبير عشان ما نروحلوش كتير انما نيجي نتكلم عن جزئيه بتاعه الاوراق الرابحه نيجي للجزئيه دي. واعتقد ان حسين الشحات واحمد عبد القادر هيبقى في واحد منهم ليه دور مهم جدا برضه في الجزئيه ناحيه اليمين الجانب الايمن اللي هو الجانب الايسر للنادي الاهلي مع علي معلول. علي معلول عايش احسن فترات في النادي الاهلي من اكتر اللعيبه بتعمل عامل كميه اسيست مش طبيعيه او عدد من الاسيستات للعيبه مش طبيعيه لدرجه ان اعتقد ان هو كل الاهداف اللي جابها محمد عبد المنعم كلها من رجل علي معلول من صناعه علي معلول. فعلي معلول من اللعيبه المهمه او مفاتيح المهمه للنادي الاهلي. نيجي بقى للجزئيه الاهم برضو نص الملعب وتفوق نص الملعب بتاع النادي الاهلي بالظبط هيبقى فيه غالبا مروان عطيه وفي اليو دانج وفي حمدي فتحي. اعتقد ان هم مش هيتغيروا اعتقد يعني ممكن يبدا بيهم نفس الثلاثي لان هم اجادوا بشكل كبير قوي. ممكن يبقى في جزء من الوقت دور لمجدي قفشه في وقت ان هو يبقى محتاج بلاي ميكر في جزء معين من المباراه بس مش هتبقى من بدايه المباراه. اوكي التفوق الدفاعي للنادي الاهلي المتمثل في محمد عبد المنعم وغالبا هيبقى محمود متولي لان شايف ان ياسر ابراهيم اللي شفت له امبارح طبعا ربنا يشفيه ويعافيه ويرجع بالسلامه بس بالزبط. اعتقد ان هو صعب يحصل المباراه ولو ده احسن او ده لمصلحته مفيش مشكله مفيش اي مشكله بالظبط اكيد مفيش مشكله بالظبط مصلحه اللاعب يعني اللي بتكلم فيه في النادي لما تشيل لعيب وتحط لعيب ما اختلفش الاداء وما اختلفتش المنظومه داخل الملعب ومش هيختلف الاستراتيجيه بتاعت المدرب ان كانت استراتيجيه دفاعيه بالدرجه الاكبر زي مباراه امبارح وغير لما تبقى الاستراتيجيه الهجوميه في مباراه زي اللي جايه بدي وظايف للعيبه اكتر هجوميه ممكن تكون نفس اللعيبه من غير ما غير من بره بس انا هبديهم وظايف هجوميه تانية صحيح. تزود الجزء الهجومي بالنسبه لي اعتقد ان دي اوراق رابحه كتير للنادي الاهلي. محمد شريف هيبقى له دور كبير ولو ان انا شايف برضو ان هو هيبدا بمحمود كهربا لان كهربا موفق في الفتره دي قوي برغم الضغط اللي هو واقع تحتيه بقاله فتره طويله والجدل الكبير اللي كهربا الكلام ده ما فيش بيرد على الارض كهربا من الناس اللي بترد على الارض فعلا مش خالص كهربا طبعا يعني احد ابنائي وانا مرنته وكان عنده 12 سنه في فتره من فترات النادي الاهلي في مدرسه الكوره يعني ما يفرقش مع الكلام ده هو شخصيته كده شخصيته ان هو يقدر اول ما بينزل الملعب هو خلاص فاصل انا بلعب بس بلعب كوره مش هقول لا ده انا بادي عملي لا انا بلعب كوره صحيح هو بيلعب بيستمتع وبيادي وعشان كده ربنا بيوفقه بشكل كبير. كل التوفيق ان شاء الله للنادي الاهلي. كده كده حديثنا اكيد مع حضراتكم مستمر يعني على قناه النادي الاهلي مش بس في 10 الصبح في الاهلي على مدار يعني اليوم كامل. نورتنا كابتن جمال حقيقي وكل التوفيق ان شاء الله ولو فزنا بقى هنكلم حضرتك ان وشك بيكون حلو معانا قبل اي مباراه كابتن جمال لما بيكون معانا بنفوز فيعني ان شاء الله خير. نورتنا يا كابتن وان شاء الله نشوفك على خير ويبقى لقائنا اللي جاي نتكلم فيه بقى عن تفاصيل فوزنا ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. نورتنا بنشكرك على وجودك معانا متشكر جدا. طيب احنا وقتنا مع حضراتكم للاسف الشديد انتهى بس ان شاء الله بكره باذن الرحمن يتجدد اللقاء وحلقه جديده و10 الصبح في الاهلي. صباح الفل عليكم.